شكرا للزميل أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا هنا في إطار تصفيات أمم إفريقيا نسخة رقم 33 إن شاء الله نهايات القادمة في الكاميرون 2021، وفي إطار المجموعة السابعة منتخب جزر القمر أمامنا هنا أحد المنتخبات الحديثة في القارة السمراء، يستضيف منتخب مصر صاحب التاريخ وصاحب الألقاب وصاحب الإنجازات هنا في إطار الجولة الثانية في هذه المجموعة. المنتخب جزر القمر حقق فوز في لومي في توجو بهدف مقابل لا شيء وتصدر هذه المجموعة، ويلعب اليوم هنا في ملعب مالوزيني، هذا الملعب الجديد بالعاصمة موروني، وسط حضور جماهيري كبير وأيضا حضور رسمي بحضور رئيس طبعا جزر القمر الرئيس عثماني. جزر القمر وبجواره سفير مصر في تنزانيا محمد أبو الوفا، كذلك أيضا رئيس البعثة المصرية الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم أو نائب اللجنة اللي بتدير اتحاد كرة القدم المصري طبعا برئاسة الأستاذ عمرو الجناي. أمامنا هنا البداية والانطلاق، المنتخب المصري تعادل مخيب للأمال أمام منتخب كينيا في برج العرب، وكان طبعا الجمهور مترقب البداية والانطلاق في ولاية حسام البدري مع المنتخب الوطني المصري، لكن إن شاء الله النهاردة تكون البداية الحقيقية في هذه الأجواء الموجودة. حضور المنتخب المصري في افتتاح هذا الملعب لا شك حدث كبير كما ذكر الجميع، وبالتحديد هذا المنتخب الطموح، منتخب جزر القمر الطموح الحقيقة المتطور اللي بيبحث النهاردة عن مباراة تاريخية ويبحث عن الإنجاز والتاريخ، خصوصا أنه كان أحرق كل من الكاميرون والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا الأخيرة 2019. طاقم تحكيم بقيادة الحكم بيان فينو سينكو حكم مباراة اليوم وهو من كوت ديفوار، والمنتخب المصري كابتن حسام البدري عمل ثلاث تعديلات النهاردة في التشكيلة اللي هتلعب في مباراة اليوم عن مباراة كينيا المباراة الماضية. الروح القتالية ونمحو وننسي تماما ما حدث في مباراة كينيا اللي جمعت مصر وكينيا في هذه المجموعة السبعة اللي بتضم كل من جزر القمر ومصر وكينيا وتوجو وصعود أول وثاني كل مجموعة من ال 48 دولة اللي تقسموا إلى 12 مجموعة، بيصعد أول وثاني إلى النهائيات إن شاء الله في الكاميرون. لو الكاميرون ثالث أو رابع هيبقى يصعد أول 12 بالإضافة لأفضل 11 ثواني في إطار هذه البطولة. نستمع إلى السلام الوطني المصري وسلام الوطني لجزر القمر. Wow.
وسط هذه الأجواء الكبيرة هنا في ملعب المباراة، ملعب يسع حوالي 10,700 مشجع. افتتاح هذا الملعب الجديد باستضافة المنتخب المصري اللي بيجد طبعا النهاردة منافس قوي في ظل الظروف والصدارة والثقة اللي لدى منتخب جزر القمر، وأيضا الدفعة المعنوية والمساندة الشعبية والرسمية بحضور رئيس طبعا دولة جزر القمر هنا في ملعب المباراة في هذه طبعا الجزر الثلاثة، اللي طبعا الجزر القمر هي تقع في المحيط الهندي، وطبعا عندها جزر ثلاثة أبرزهم طبعا الجراند كومورو وهي اللي فيها العاصمة موروني واللي فيها ملعب المباراة النهاردة في هذه الأجواء وفي هذا الملعب الجديد اللي بيستضيف ملعب السابق. على فكرة ملعب كان صعب قوي، ملعب سيد محمد شيخ، الملعب اللي كان في السابق كان أرضية نجيل صناعي وكانت أمور صعبة جدا، لكن إن شاء الله نتمنى تكون مباراة ممتعة. شكرا للزميل أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا هنا في إطار تصفيات أمم إفريقيا نسخة رقم 33 إن شاء الله نهايات القادمة في الكاميرون 2021، وفي إطار المجموعة السابعة منتخب جزر القمر أمامنا هنا أحد المنتخبات الحديثة في القارة السمراء، يستضيف منتخب مصر صاحب التاريخ وصاحب الألقاب وصاحب الإنجازات هنا في إطار الجولة الثانية في هذه المجموعة. المنتخب جزر القمر حقق فوز في لومي في توجو بهدف مقابل لا شيء وتصدر هذه المجموعة، ويلعب اليوم هنا في ملعب مالوتزيني، هذا الملعب الجديد بالعاصمة موروني، وسط حضور جماهيري كبير وأيضا حضور رسمي بحضور رئيس طبعا جزر القمر الرئيس عثماني. جزر القمر وبجواره سفير مصر في تنزانيا محمد أبو الوفا، كذلك أيضا رئيس البعثة المصرية الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم أو نائب اللجنة اللي بتدير اتحاد كرة القدم المصري طبعا برئاسة الأستاذ عمرو الجنائي. أمامنا هنا البداية والانطلاق، المنتخب المصري تعادل مخيب للأمال أمام منتخب كينيا في برج العرب، وكان طبعا الجمهور مترقب البداية والانطلاق في ولاية حسام البدري مع المنتخب الوطني المصري، لكن إن شاء الله النهاردة تكون البداية الحقيقية في هذه الأجواء الموجودة. حضور المنتخب المصري في افتتاح هذا الملعب لا شك حدث كبير كما ذكر الجميع، وبالتحديد هذا المنتخب الطموح، منتخب جزر القمر الطموح الحقيقة المتطور اللي بيبحث النهاردة عن مباراة تاريخية ويبحث عن الإنجاز والتاريخ، خصوصا أنه كان أحرق كل من الكاميرون والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا الأخيرة 2019. كان تحكيم بقيادة الحكم بيان فينو سينكو حكم مباراة اليوم وهو من كوت ديفوار، والمنتخب المصري كابتن حسام البدري عمل ثلاث تعديلات النهاردة في التشكيلة اللي هتلعب في مباراة اليوم عن مباراة كينيا المباراة الماضية. الروح القتالية ونمحو وننسي تماما ما حدث في مباراة كينيا اللي جمعت مصر وكينيا في هذه المجموعة السبعة اللي بتضم كل من جزر القمر ومصر وكينيا وتوجو وصعود أول وثاني كل مجموعة من ال 48 دولة اللي تقسموا إلى 12 مجموعة، بيصعد أول وثاني إلى النهائيات إن شاء الله في الكاميرون. لو الكاميرون ثالث أو رابع هيبقى يصعد أول 12 بالإضافة لأفضل 11 ثواني في إطار هذه البطولة. نستمع إلى السلام الوطني المصري وسلام الوطني لجزر القمر.
وسط هذه الأجواء الكبيرة هنا في ملعب المباراة، ملعب يسع حوالي 10,700 مشجع. افتتاح هذا الملعب الجديد باستضافة المنتخب المصري اللي بيجد طبعا النهاردة منافس قوي في ظل الظروف والصدارة والثقة لدى منتخب جزر القمر، وأيضا الدفعة المعنوية والمساندة الشعبية والرسمية بحضور رئيس طبعا دولة جزر القمر هنا في ملعب المباراة في هذه طبعا الجزر الثلاثة اللي طبعا الجزر القمر هي تقع في المحيط الهندي، وطبعا عندها جزر ثلاثة أبرزهم طبعا الجراند كومورو وهي اللي فيها العاصمة موروني واللي فيها ملعب المباراة النهاردة في هذه الأجواء وفي هذا الملعب الجديد اللي بيستضيف ملعب السابق. على فكرة ملعب كان صعب قوي، ملعب سيد محمد شيخ، الملعب اللي كان في السابق كان أرضية نجيل صناعي وكانت أمور صعبة جدا، لكن إن شاء الله نتمنى تكون مباراة ممتعة. الكرة ملهوش حدود، كل ما تستخدم فيزا أكتر في مصر أو أنت مسافر كل ما هتقرب من حلمك. فيزا، أينما أردت أن تكون. يبدأ منتخب جزر القمر في هذه المباراة بتشكيلة مكونة من علي حمادة حارس المرمى رقم 23، خط الظهر عبد الله علي محمد لاعب نادي مارسيليا رقم 13، قاسم مادهوما رقم 12، نجم الدين عبده رقم 6 وهو اللاعب طبعا كابتن الفريق واكبر اللاعبين سنا، شاكر الحضير رقم 3، وسط ملعب فؤاد بشيرو رقم 8، يوسف ماتشنجاما رقم 10، وسليماني فايز رقم 7، وبكاري سعيد رقم 22، في المقدمة إبراهيم مادي رقم 11، والفرد طبعا المميز جدا بن نابوهان لاعب فريق نادي ريد ستار بلغراد واللاعب السابق في نادي أولمبياكوس الفريق اليوناني. أمامنا كابتن حسام البدري والجهاز الفني، كابتن محمد بركات مدير الكرة، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز المعاون للكابتن حسام البدري اللي نتمنى له إن شاء الله النهاردة التوفيق في هذه المهمة ومعالجة الأمور اللي حدثت في معسكر المنتخب، المعوقات، أزمة لاعبي بيراميدز، إصابة محمد صلاح، إصابة حمدي فتحي، إصابة كوكا، حتى أحمد جمعة بعد ما لعب الشوط الثاني في مباراة مصر أمام كينيا اتصاب في التدريب اللي كان في وقت مبكر يوم السفر إلى جزر القمر واللي كان فيها رحلة طبعا توقفوا خلالها في تنزانيا أقرب المدن إلى جزر القمر وكملوا رحلتهم. أمير عبده أمامنا هنا من يناير 2014 مع منتخب جزر القمر واللي النهاردة بيحلم في هذه المباراة أنه بيواجه منتخب مصر والجمهور الكبير اللي بيسنده أنه يكون على يعني ثقة من جانب الجماهير بأنه هو هيقدم أفضل ما لديه ويقدم أحسن ما لديه. منتخب المصري في حراسة المرمى محمد الشناوي، رباعي الدفاع محمد هاني النهاردة في الجنب اليمين وأحمد حجازي ومحمود علاء قلبي دفاع، في الجنب الشمال أيمن أشرف، في وسط الملعب طارق حامد وعمرو السلية وهو قائد المنتخب المصري النهاردة في غياب أحمد فتحي في دكة البدلاء، وأحمد سيد زيزو وتريزيجيه وأفشة، وفي المقدمة كهربا والجماهير والحضور والملعب أمامنا هنا والبداية والانطلاقة. أدي أمامنا اللمس على طول، تغطية دفاعية، المتوقع أن يكون فيه الحقيقة حماس كبير جدا في هذه المباراة وفي اندفاع لازم نستغله. تلقى من أحمد سيد زيزو أمامنا هنا في محاولة، أدي أحمد سيد زيزو اللي بيبدأ في الجانب اليمين في مباراة اليوم واللي عليه النهاردة الحقيقة دور مهم قوي في ثالث لقاءاته الدولية بعد ما لعب أساسي أمام ليبيريا لأول مرة وشارك في مباراة كينيا مكان حسين الشحات في الدقيقة 57. النهاردة بيبدأ مباراة اليوم في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة،
لكن ان شاء الله يكون لقفشة دور ايضا مع كهربا مع تريزيجيه على العناصر الحقيقه اللي لم تقدم نفسها في المباراه الاولى. طارق حامد، عمرو السولية، استمرار في منتصف الملعب، ثلاث تعديلات في مباراه اليوم، محمد هاني مكان احمد فتحي وايمن اشرف مكان عبد الله جمعه، واحمد سيد زيزو بيبدا مكان حسين الشحات من بدايه المباراه. كرة إلى خارج الملعب، أدي أمامنا هنا نتابع اللاعبين، أدي الفاردو واحد من اللاعبين المميزين أمامنا، بريد ستار بلغراد، واحد من النجوم اللي كانوا ساهموا في التصفيات الماضية 2019 في إحراز أربع أهداف، وأدي كرة أمامنا بتعود، كرة خطيرة جدا بتعود، لكن كالمعتاد محمد الشناوي باليقظة الكبيرة، كرة بيعيدها طارق حامد في اختبار جدي أول هنا لمحمد الشناوي، كان هتبقى النيران الصديقة تغطية دفاعية من عبد الله علي محمد بيلعب في نادي مارسيليا، الجنب اليمين امامنا هو بكاري، اللاعب بكاري من اللاعبين المميزين الحقيقه، بيلعب في اركي سي، بيلعب في الدوري الهولندي وهو بيحمل رقم 22، ويمكن النهارده التعديل الوحيد ابراهيم مادي رقم 11 بيبدا المباراه مكان اللاعب نور الدين اوبرو اللي لم يبدا هذه المباراه، لاعب نادي اوسار اللي يعني كان في التشكيله الاساسيه في مباراه توجو. كره اماميه، تريزيجيه فورمه عاليه، مع أستون فيلا، وسجل صحيح في الخسارة أمام ليفربول وأمام الولفز، لكن النهاردة عليه أمال وطموحات كبيرة مع طبعا الجمهور المصري وجمهور الكرة القدم. أيمن أشرف يشارك أمامنا هنا اللقاء الدولي رقم 17 لأيمن أشرف مع المنتخب الأول أمامنا هنا، انضم 2016 وبدأ يشارك الحقيقة في اللقاءات، وكان لعب أمام النيجر في تصفيات 2019، كان لعب أساسي وشارك في العديد من اللقاءات، وكان الأساسي في الأربع مباريات في الأمم الإفريقية الأخيرة اللي خرجنا فيها أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16. كل التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي إن شاء الله، والتأهل للأولمبياد للمرة الـ12 في مواجهته أمام جنوب إفريقيا إن شاء الله غدا، وانتظار إن شاء الله التأهل والوصول بقى من خلال المواجهة الأخرى أيضا ما بين كوت ديفوار وغانا، يصعد الفائز من المباراتين، وطبعا المباراة النهائية هتلعب يوم الجمعة القادم بإذن الله، والثالث والرابع اللي هتحدد برضو المركز الثالث، هيحدد الفريق اللي يصعد ويلحق بالثلاث فرق الى طوكيو 2020. امامنا هنا بنتابع، ادي الضغط مرة دي على طول طارق حامد، لكن كرة تطلع الى خارج الملعب، البداية والانطلاقة الحماسية المتوقعة من جانب منتخب جزر القمر. المطلوب مننا ايه بقى في هذا الوقت؟ المطلوب الهدوء، والمطلوب تصحيح المسار، المطلوب انك تسجل وتحافظ على الهدف امامنا هنا للخروج بقى من هذا المأزق، لان ان شاء الله هنستأنف لقاءات التصفيات ان شاء الله وعليكم خير في نهاية اغسطس من العام القادم 2020 بإذن الله. ادي الاستلام على طول، شوف امامنا هنا محمد هاني يلعب مباراته الدوليه السادسه مع المنتخب الاول، لعب مباريات امام كل من الاردن، امام ليبيا، امام نيجيريا، شارك امام ليبيريا، يعني لقاءاته الدوليه، لكن كان عنده ايضا مشاركه مع المنتخب الاولمبي في تصفيات ريو 2016. استلام امامنا هنا، شوف بقى الجمهور، بكاري خطير، منتخب جزر القمر عندهم مهارات، عندهم لاعبين متواجدين في الدول الاوروبيه، لان النهارده المنتخب 22 لاعب، 21 لاعب محترف، 14 من فرنسا مشاركين في فرنسا في الدوري الفرنسي مختلف درجاته، في هولندا، في صربيا، في بلجيكا، السويد، رومانيا، النرويج، واخيرا في ناميبيا. تلقى امامنا هنا من تريزيجيه وسط ملعب، برضه عندهم اللاعب المميز فؤاد بشير رقم 8 بيلعب في نادي مالمو، ترجع الى علي حماده محترف في النرويج، علي حماده في جونجز فينجر احد انديه النرويج، حارس المرمى للمنتخب اللي امامنا هو منتخب جزر القمر اللي بيحتل التصنيف العالمي رقم كام؟ رقم 140 عالميا ورقم 40 افريقيا، في حين منتخب مصر 49 عالميا، سادس افريقيا بعد السنغال الاول وتونس ثاني ونيجيريا الثالث، الجزائر الرابع، المغرب خامس، مصر سادس في تصنيف الفيفا الاخير. امامنا كرة العالية، استلام المرة دي تحت ضغط كهربا، سجل كهربا رابع اهدافه الدولية مع المنتخب الوطني.
سجل كان في المغرب في 2017 في الأمم الإفريقية، وكان طبعا سجل في مرمى توجو وفي مرمى تشاد في تصفيات 2018. فاول لصالح المنتخب، مهم قوي الكرات الثابته، الكرات الثابته في هذه المباريات اللي خارج ملعبك، واكيد يعني خلاص اعذار الجو والارض والجمهور، 32 درجه هي درجه الحراره في امامنا موروني، والرطوبه تصل الى 70%، قبل المباراه كانت 68% الرطوبه في ملعب المباراه. شوف الخبرات والكرات الثابته والتقدم، وتقدم خلي بالنا محمود علاء متقدم واحمد حجازي، لكن يا ولد طارق حامد ويطلع كره ويطالب طارق حامد برمي التماس، لكن كره تطلع الى خارج الملعب، كره تطلع الى خارج الملعب. البدايه القويه من جانب منتخب جزر القمر، لكن الخبره المصريه والمهاره اللي ممكن يعني تفرض شخصيتك وتفرض اسلوب لعبك وتفرض ادائك بروحك العاليه والتزامك وانضباطك وانتشارك في الملعب وخبراتك الموجوده لدى اللاعبين المتواجدين هنا في ملعب المباراه. أيمن أشرف في الجنب الشمال، أيمن أشرف يبحثوا عن المشاركة الأولى ليهم في بطولة كبرى وهي بطولة الأمم الإفريقية القادمة، في حين مصر 24 مشاركة واللقب في 7 مناسبات. استلام على طول طبعا، كل ما تصل الكرة إلى الفاردو اللاعب المميز يجري المرة دي بكاري، لكن يا سلام محمد هاني، محمد هاني أمامنا هنا في اللقطة الماضية عامل تغطية ممتازة. محمد هاني، محمد هاني بيبدا النهارده اساسي، بيبدا ايمن اشرف، بيبدا احمد سيد زيزو مكان احمد فتحي ومكان عبد الله جمعه ومكان حسين الشحات. محمد الشناوي افضل لاعبي المنتخب امام كينيا، سجل كهربا امام كينيا في نهايه الشوط الاول في الدقيقه كان 41، وبعد كده اولونجا سجل هدف التعادل في الدقيقه 67 في مرمى المنتخب المصري في هذه المجموعه، المجموعه السابعه، وسط طبعا الحضور الكبير جزر القمر احد الدول العربيه المشاركه في هذه التصفيات، 8 دول الموجوده، مصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان وكذلك منتخب موريتانيا ومنتخب ليبيا منتخب جزر القمر، 8 دول الموجودين في هذه التصفيات. امامنا على طول كره بالكعب، التحضير من اللاعب اللي بيلعب سليماني اللي جاب الهدف في مرمى توجو امامنا، بيلعب في نادي كورتريك، بيلعب في بلجيكا امامنا، لكن تغطيه على طول محمود علاء، محمود علاء، محمد هاني. اول 8-9 دقائق امامنا هم تهدئه اللعب من جانب المنتخب المصري، حاولوا يمتصوا حماس المتوقع عند منتخب جزر القمر الكوموروس بالفرنسيه، انطلاقه حلوه من تريزيجيه وفرصه الكهرباء وتضرب كره في العارضه، في العارضه كره حلوه من تريزيجيه الكهرباء، ايوه كده خوفوهم، اوه لعبه خطره ولعبه خطره، حماس من كهرباء، لكن اول كره تريزيجيه عاملها حلوه قوي الكهرباء، وكهرباء كورته قنبلة، قنبلة في الدقيقة 9 ترتطم في العارضة وتضرب الكورة، وحكم المباراة بيان فينوسينكو، بص الكورة، بص الكورة، بص مشكلة، مشكلة، ده بيلعب في مارسيليا لاعب عبد الله علي محمد اللي بيلعب في الجنب اليمين، لكن عندهم دايما مشاكل في أطراف الملعب الفرق الإفريقية، وجزر القمر أمامنا وكهرباء يخطف قنبلة، قنبلة كرة كهرباء والمتابعة والارتباك في اللقطة الماضية واللعبة الخطرة طبعا مع قاسم مدى هما في اللقطة الماضية، كرة هدف بتضيع من المنتخب المصري في أول كرات المباراة. أدي كهربا مفاجأة الحقيقة انضمامه لتشكيلة كابتن حسام البدري، لكن أكيد طبعا غياب كل من عمر جابر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله السعيد وإسلام عيسى ومحمد فاروق، وإن شاء الله نتمنى السلامة لعبد الله السعيد أحد نجوم منتخبنا، بالإضافة لطبعا إصابة حمدي فتحي وأحمد حسن كوكا وغياب النجم الكبير محمد صلاح، إنذار لمحمود كهربا من حكم اللقاء هنا في اللقطة الماضية، لعبة خطرة في الدقيقة 9 كرة كهربا ارتدت من العارضة، كان ممكن أو يكون هدف التقدم المصري في وقت كان مثالي هنا في ملعب المباراة في الحضور الجماهيري الكبير هنا في مالودزيني أمامنا ملعب هذه المباراة. يضغط كهربا لسه التعادل السلبي، كوموروس أحد الدول اللي كانت تابعة طبعا لفرنسا جزر القمر، وعشان كده كوموروس، ونشوف حكم المباراة السيد أمامنا هو بيان فينوسينكو يدي إيه؟ بيان فينوسينكو هل مدي في اللقطة الماضية ركلة حرة على حارس المرمى؟ تشوف أمامنا الإعادة، أدي حارس المرمى،
ادي حارس المرمى اتزحلق وبعدين قام. بص الكره دي مره ثانيه اهي والضغط، لكن طلع مره ثانيه لعبها مرتين وحكم اللقاء هيدي ركله حره غير مباشره. حاله من الحالات النادره في كره القدم، الحارس لمس الكره مرتين، لمس الكرة لكن هي فعلا من داخل منطقة الجزاء، الركلة الحرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء. حكم المباراة سينكو في حالة من الحالات النادرة تحكيميا، لأن الحارس لما اتزحلق ولمس الكرة أول مرة وراح بعد كده لعبها في المرة الثانية، حكم اللقاء أمامنا هو بيقول له لمسها مرتين، بيوضح لهم الأمر وبيوضح الحالة اللي جات له على فكرة من المساعد. المساعد الثاني هو اللي اداله الحالة التحكيمية اللي كانت في اللقطة الماضية. ادي الحاله تحكيميه، كرات الثابته يا جماعه مهمه جدا. ادي الكابتن حسام البدري بيديهم ايه تعليماته، ايه تعليماته ايه في طبعا هذه الاجواء، والبحث عن بديل محمد صلاح لم ينجح في ايجاد بديل محمد صلاح في المباراه الماضيه امام منتخب كينيا. لكن يعني بعد قال لك فورمه الدوري المصري عند اللاعبين، كابتن حسام بدري قال كده ما فيش فورمه الدوري لان الدوري متوقف فتره طويله، لكن احنا لا مجال للاعذار. المنتخب المصري الطبيعي، بنتكلم على الوضع الطبيعي، ما بنتكلمش على ان منتخب مصر يعني ياخذ بطوله، لكن الطبيعي ان مصر تفوز على كينيا، الطبيعي ان مصر تكسب جزر القمر. صحيح يعني المنافسه موجوده واحترام المنافس، وادي الخطا تمام في مكانه داخل منطقه الجزاء، كره ثابته هنا بعد كرة كهرباء اللي ارتطمت في العارضة في أفضل يعني لحظات الأداء مع الكابتن حسام البدري مع المنتخب الوطني. إن شاء الله الأمور تستمر ويبقى الوضع الطبيعي لاستعادة الثقة والتقليل من الضغوطات اللي على الجهاز الفني وعلى اللاعبين. وادي كرة صلحت وتريزيجيه، ولكن الراجل ده واقف مش على البعد القانوني في اللقطة الماضية، لكن راحت علينا الكرة بتاعت إدارة مهمة، تخطي الضغوطات مهم، الخبرات والمهارات اللي عندنا تظهر، اسعاد الجماهير، كل هذه الامور من خلال الروح والاصرار اللي هم يعوضوا الكثير الحقيقه في هذا التحدي الموجود هنا في ملعب المباراه من دوله طبعا جزر القمر. هي بالمناسبه رقم 45، الدوله رقم 45 في القاره السمراء اللي مصر بتتنافس معاها الحقيقه خلال، ولاول مره طبعا لعبنا مع تونس 40 مره ومع الجزائر 28 والمغرب 27، ولكن النهارده بنواجه منتخب جزر القمر. امامنا الكرات العاليه، وادي الصراع وضغط المره دي، لكن على طول يطلع محمد هاني، شوف مع كل كوره تسمع الصيحات. ادي امامنا ابراهيم مادي بيلعب في نادي مرتيج. ابراهيم جزر القمر الحقيقه يعني ترتبط بمصر ارتباط وثيق، لان في ناس كتير قوي متعلمه في الازهر في مصر، وشفنا اثناء الاستقبال المنتخب الوطني في طبعا موروني كان في حضور من الاسماء اللي كانت موجوده في مصر من قبل او الشخصيات اللي كانت موجوده في مصر من قبل. فرصه كانت خطيره، كره راسيه قفشه وكره كهرباء اللي في العارضه والفاول بتاع تريزيجيه، الكرات اللي تتوالى وهنا في هذه اللحظات. ادي امامنا ابراهيم، ادي عبد ابراهيم مادي، ولكن معاه برافو محمد هاني، برافو محمد هاني. محمد هاني النهارده بيدخل في التشكيله الاساسيه بعد ما قدم اداء ومستوى متميز الحقيقه خلال مشاركاته مع النادي الاهلي خلال طبعا الفتره الاخيره، ونتابع ان شاء الله فرقنا باذن الله افريقيا، الاهلي مع النجم ومع الهلال وبلاتينيوم في دوري الابطال، الزمالك في مواجهه كل من مازيمبي واول اغسطس الانجولي وزيسكو، ولا ننسى المصري في مواجهه هتكون مع بيراميدز وانوجو رينجرز ونوازيبو الموريتاني ان شاء الله في بطوله الكونفدراليه. على طول كرة ومحاولات، نادي الإسماعيلي بيواجه الجزيرة في بطولة الأندية العربية وكذلك أيضا الاتحاد مع المحرك البحريني. على طول استلام، كرة على طول تعود، ادي التأمين من خلال وجود أحمد حجازي ومحمود علاء قلبي الدفاع، تغيير بس طرفين الملعب النهارده، أيمن أشرف ومحمد هاني مكان أحمد فتحي ومكان عبد الله جمعة، وأيضا الدفع من أحمد سيد زيزو من البداية مكان حسين أشحت. انت
المنتخب المصري. كان أخطر أخطر كرة على منتخبنا، كانت في أول لحظات المباراة كرة بالعرض لمست في قدم طارق حامد، راحت في زاوية صعبة. محمد الشناوي يعني عجبني محمد الشناوي ما شاء الله عليه، مركز وحاضر وبقوة وبيقدم أداء متميز جدا، استمرار لما قدمه مع المنتخب في كأس العالم أمام أوروغواي وأمام روسيا، وأيضا في أمم أفريقيا في لقاءات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، وحتى في مباراة جنوب أفريقيا كان هو أفضل لاعب منتخبنا الوطني محمد الشناوي في طبعا تلك الفترة. معاه طبعا محمد عواد ومحمد بسام، في البدلاء عندنا النني ورامي ربيعة وحسين الشحات وباهر المحمدي وأحمد فتحي وحسام حسن وكريم طارق ومروان حمدي وعبد الله جمعة ومحمود وحيد، دي القائمة الموجودة مع الجهاز الفني للمنتخب المصري. فوتها خطرة جدا، حجازي خطير، إبراهيم مادي لكن يعني في اللقطة الماضية فرصة كبيرة جدا كانت لمنتخب جزر القمر، وكانت الخطأ الكبير من أحمد حجازي. خلي بالك من اللاعبين اللي النهاردة بيراهن عليه بيدفع بيه من بداية المباراة، يمكن ده التعديل الوحيد يعني كان موجود اللاعب نور الدين بوروا اللي كان موجود في المباراة الماضية لعب أوسير، النهاردة أعتقد إبراهيم مادي هو رقم 11 اللي بادي، لأن حتى الآن قائمة المباراة لم تصل إلينا، القائمة الموجودة عندنا كانت القائمة اللي الحقيقة كانت في مباراة توجو الماضية. استلام على طول أمامنا، التحرك والزيادة مكمل أمامنا، هو لاعب سليماني خطير، سليماني حاولوا ياخدوا ثقة، شوف الكرة بتاعت أحمد حجاز والخطأ من أحمد حجازي والفرصة بتاعت إبراهيم مادي كانت خطيرة جدا على مرمى المنتخب المصري، وبدأوا يدخلوا في أجواء اللقاء، بدأ يدخل منتخب جزر القمر أو جزر القمر يعني بالعامية بتاعتنا احنا، يعني بعض يقول لك يعني هي كوموروس، هي بالفرنساوي كوموروس، وعشان كده هي يقول لك القمريين، يعني هو حتى الرئيس القمري كما تكتب وكما تنطق، لأنها دولة عربية وفي جرائد على فكرة باللغة العربية واللغة الفرنسية موجودين وأغلبهم اتعلموا في الأزهر في مصر. تصدي ممتاز الحقيقة من محمد الشناوي لفرصة مادي في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 18، وفاول على طارق حامد، وكرة ثابتة هيلعبها أمامنا فايز سليماني، كرات العالية لكن على طول يغطي محمد هاني، ترجع مرة تانية إبراهيم مادي، واضح كده من الأداء الموجود عندهم لاعبين صراع ومهريين، وده يتطلب اليقظة الدفاعية والتغطية العكسية من اللاعبين، ودور بقى السلية ودور طارق حامد في وسط الملعب. ادي محمد مجدي قفشة اللي بيحاول، خمس لقاءاته الدولية، بدأ أمام اليونان لأول مرة محمد مجدي قفشة، وظهر في اللقاءات الودية الأخيرة أمام بوتسوانا وأمام ليبيريا، وشارك أساسيا في مباراة كينيا مع المنتخب الأول. في وسط الملعب بدأوا يستلموا كورة، بدأوا يتحركوا، ادي أمامنا كرة أمامية للخطير الفاردو، لكن برافو التغطية الدفاعية لازم تكون كده، التغطية الدفاعية من وسط الملعب. قفشة مرة تانية إلى السلية، الضغط بدأ يبقى ضغط عالي، منتخب جزر القمر بدأ يعمل ضغط عالي على المنتخب المصري. أدي المرور هنا من اللاعب شاكر الحضير اللي بيلعب في شاترو أمامنا هو في فرنسا، اللي كان التمهيدي وصلوا لمرحلة المجموعات لكن كانوا أمام ملاوي حققوا فوزهم الوحيد 2-1، وكانوا تعادلوا مع الكاميرون وتعادلوا مع المغرب، تعادلوا مع الكاميرون في يعني في هذه المدينة بالتحديد مدينة موروني، لأن هذا هو الملعب الجديد، وتعادلوا مع المغرب، كان سجل نبهان الفارو هدف التعادل في مرمى المغرب بعد ما سجل مرابط وسجل خالد بوطيب للمغرب، كان سجل هدف التعادل في الدقيقة 89. أجواء وحضور جماهيري كبير، وأمامنا هنا الجمهور اللي بيساند وبيشجع، والتواجد الرسمي بوجود رئيس جزر القمر عثمان غزالي، ووجود أيضا سفير مصر في تنزانيا زي ما قلنا وهو محمد أبو الوفا، اللي انتقل طبعا إلى جزر القمر لأن في بعض الدول ما فيهاش تمثيل دبلوماسي، بيبقى أقرب دولة هي بتبقى بتشمل عدة دول، يعني كتنزانيا هي النقطة اللي فيها يعني السفارة المصرية أو الخدمات القنصلية حتى الموجودة في إفريقيا وبالتحديد تحديد في جزر القمر. ادي امامنا هنا رمي التماس، عبد الله علي محمد المدافع اللي عمل تغطيه ممتازه
في اللقطة اللي كانت خطيرة. بدأ ربع ساعة الأولى منتخبنا كان يلعب بشكل أفضل، كرة في العرضة بتاعت كهربا بعد ما اداها له تريزيجيه وحطها قنبلة الحقيقة في العرضة وارتدت، وبعد كده التحم مع المدافع قاسم مدهوبة وخد إنذار في لعبة خطرة، وبعد كده شفنا الركلة الحرة غير مباشرة داخل المنطقة الجزائية لم تستثمر بشكل جيد، تريزيجيه سددها في الحائط البشري اللي كان قريب قوي، وبعد كده شفنا رأسية أفشة في الدقيقة 14، وبدأ يدخل بقى منتخب جزر القمر في اللقاء من خلال يعني الأداء اللي قدموه في هذه المباراة حتى هذه اللحظة. أمامنا على طول الكرات العالية، لكن تعامل ممتاز حتى هذه اللحظة، تعامل بشكل جيد قوي من جانب لاعبي المنتخب في الكرات العالية محمد هاني، محمود علاء، أحمد حجازي. لكن منتخب جزر القمر من الفرق اللي بتروح وتخترق، يعني من الفرق اللي بتجيد الاختراق، لأن عندهم مهارات سواء في الفردو أو في طرفين بكاري وسليماني، واللاعب النهاردة اللي بيدفع فيه بمباراة اليوم وهو اللاعب إبراهيم مادي أمامنا هنا اللي بيحمل رقم 11 ده اللي بيبدأ مباراة اليوم. سلام على طول وتحركات من رقم 10 اللاعب يوسف ماتشنجاما، ماتشنجاما إلى بكاري، هنا التدخل لكن على طول برافو برافو قوي عمرو السلية، عمرو السلية أمامنا النهاردة هو قائد المنتخب المصري بيحمل شارة الكابتن، يعني بيحمل الشارة بيحمل الكثير من الطموحات، وأكيد النهاردة فريق بيحاول فريق المصري في مواجهة أمير عبده ومنتخب جزر القمر. قال لك أمير عبده لا نخشى المنتخب الروسي تقديم أفضل ما لدينا، نتحلى بالثقة والروح القتالية. السفير المصري محمد جابر أبو الوفا، أدي أمامنا هنا التدخل في اللقطة الماضية، المطالبة بخطأ، لكن المباراة كما نتابع يعني حتى هذه اللحظة مباراة تجد فيها المنتخب المصري كان ليه أفضلية في البداية، لكن لم يستغل الارتباك اللي عليه والضغط اللي موجود على لاعبي منتخب جزر القمر، طبعا الملقبين بالسيليكانتس، يعني هي احد الاسماك الصغيره، اسماك الصغيره. ادي تدخل قوي قوي في اللقطه الماضيه مع طارق حامد، طارق حامد ودخول قوي قوي من اللاعب يوسف. امامنا هو ماتشنجاما بيلعب في جانجون، امامنا هو اللاعب اللي بيحمل رقم 10، ادي يوسف ماتشنجاما واحد من عناصر الخبره، متوسط اعمارهم 27 عام تقريبا او 3 شهور، واللاعب رقم 6 وهو نجيم عبده هو اللاعب اللي اكبرهم سنا يعني 35 عام، مولود في فرنسا، يعني اكثر من لاعب مولودين في فرنسا، كثير من اللاعبين مولودين في فرنسا، ومثلا بكاري 22 مولود في بلجيكا. ادي امامنا هنا التعليمات كابتن حسام البدري، خبرته الكبيرة في العمل سواء كمدير كرة في النادي الأهلي أو كمدرب مع النادي الأهلي، مع المريخ السوداني، مع نادي إمبي، مع الأهلي طرابلس الليبي، مع منتخب الأولمبي في ولاياته، مع النادي الأهلي في 3 مناسبات، يأتي في مرحلة خلفا لخافيير أجيري ومنتخب كان بلا هوية مع خافيير أجيري، بعد هيكتور كوفر كان خافيير أجيري بلا هوية هذا المنتخب طبعا، وإن كان هناك أمل في منتخب جديد إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الأولمبي، وأيضا المنتخب الشباب كابتن ربيع ياسين أعتقد عندهم دورة شمال إفريقيا تنطلق يوم 23 من هذا الشهر، والمنتخب الأولمبي بعناصره اللي ممكن تكون في المنتخب الأول، لكن إن شاء الله يركزوا ويكونوا على قدر المسؤولية مع القيادة الفنية للكابتن شوقي غريب. استؤنف اللعبة مرة تانية، أدي على طول اللعب شاكر الحضير، ادي استحواذ 49-51 وحاولات على المرمى 4-1 بين العرض والقائمين 1-1. الكرة الخطيرة بتاعت مادي اللي كان انقذها الشناوي في الدقيقة 18، الفاردو هو ده محور ادائهم، الفاردو اللي امامنا ده متصدر الدوري مع ريد ستار بلغراد في صربيا، ومن اللاعبين اللي يعني لعبوا في تشامبيونز ليج في دوري الابطال، لعب امام بايرن ميونخ، امام اولمبياكوس، امام توتنهام فريق ريد ستار بلغراد، وعنده المواجهه القادمه هتكون امام بايرن ميونخ ان شاء الله يوم 26 نوفمبر في اطار الشامبيونز ليج في اطار دوري. محمد مجدي قفشه بيتحرر بشكل مميز، قفشه قفشه على طول يرجع مره ثانيه لمحمد هاني، شوف المنتخب جزر القمر بدا يعمل الضغط العالي،
يعني المعتاد ان هم بيلعبوا دايما 4-3-3، لعبوا 4-4-2، النهارده شايفهم بيلعبوا 4-2-3-1، بداوا يلعبوا بضغط عالي، غيروا اسلوب اللعب اللي كانوا بادئين بيه في بدايه المباراه، لانك بتواجه المنتخب المصري لازم تلعب يعني من خلال تضييق مساحات، لان بنملك المهارات القادره ان شاء الله على تحقيق التفوق. على طول استلام محمد هاني في الجنب اليمين، المسانده من الجنب اليمين، هاني يمرر على طول، كره ترجع الى اللاعب اللي امامنا اهو زيزو. زيزو ادي احمد سيد زيزو في اللقطه الماضيه، لكن على طول تحرك ومرور، وايمن اشرف ممكن ياخد فيها انذار. أيمن أشرف ممكن ياخد فيها إنذار. دي شوف أمامنا هو المرور من فايز سليماني رقم 7، رشيق قوي يعني، عندهم رشاقة، عندهم خفة في الأداء في الحركة في اللقطة الماضية. كرة كانت خطرة جدا، لكن هنشوف القرار إيه في اللقطة الماضية من قبل حكم اللقاء. خطير خطير فايز سليماني، وبص أمامنا أيمن أشرف أهو لف ودار، وعلى طول كانت في وجهه، ويبدو أن هناك حكم اللقاء بيدي إنذار. أيمن أشرف إنذار، إنذار مستحق الحقيقة، إنذار مستحق، إنذار لكهربا. يعني كان في نوع من الاندفاع والتهور، وبالفعل يعني الإنذار كان في وقت المنتخب المصري كان في أفضلية كبيرة جدا. التأثر بدون محمد صلاح شيء واضح طبعا، أكيد تتكلم على محمد صلاح، تتكلم على نجم كرة القدم المصرية، تتكلم على واحد من كبار كرة القدم في أوروبا وفي العالم، ونجم نادي ليفربول وبطل الشامبيونز ليج مع نادي ليفربول. على طول كرة مقطوعة، السولية إلى طارق حامد إلى محمود علاء، سند المرة دي من كهربا، لكن مش دقيقة، اضغط، برافو كهربا، خلصها حلوة قوي، يدي على طول اللعب السولية، ويبدو أن حكم اللقاء توقف اللعب أمامنا. هناك توقف اعتقد هيكون في الدقيقه 30 علشان يبقى في شرب مياه الكولينج، يعني التوقف لتبريد عند اللاعبين، ان يشربوا مثلا عصير، يشربوا ميه في ظل الاجواء الرطوبه العاليه. يعني هي الحراره 32، لكن اللي بيزود الاحساس هو الرطوبه العاليه، بالاضافه لارتفاع ايضا عن سطح البحر حوالي 2400 متر فوق سطح البحر طبعا جزر القمر. هي عبارة عن 3 جزر متلاصقة في طبعا جزر القمر، بتشكل هذه الجزيرة موهيلي وأيضا أنويان، بالإضافة للجراند كومورو اللي طبعا بنلعب فيها النهاردة في موروني في هذا الملعب. كرة العالية أمامنا، هذه زيزو، لكن ترتد كهربا، كهربا راجل وقف صح، كهربا أمامنا طبعا فورمة المباريات، لكن يملك الخبرات ويملك الأداء، سجل من خلال مجهود فردي في المباراة الماضية في مرمى المنتخب الكيني، واستثمر الهفة والخطأ الدفاعي محمد هاني وتدخل. خلي بالنا من الإنذار، خلي بالنا من الانذارات، واضح تفوق لاعبي منتخب جزر القمر في الحاجات الواحد ضد واحد، ودي تتطلب ان الراجل ده ما يستلمش، يعني انك توقف هذه المهاره من خلال انك تضغط صح. استلم امامنا هنا بكاري، شوف بكاري، محمد هاني مديله المساحه ان هو يعدي ويثبته ويروح على الثابته ويتقدم، نفس الخطا كان من ايمن اشرف منذ لحظات، وطبعا العبء الدفاعي يقع على محمد الشناوي اللي دائما وابدا ان شاء الله يكون في الصوره ويكون في افضل حالته. مشاكل كتير واجهت الحقيقه كابتن حسام البدري في فتره توليه المهمه، فوز على بوتسوانا، فوز على ليبيريا بهدف وبهدف، ثم تعادل في أول لقاء رسمي مع كينيا، وكرة ثابتة هنا هتتلعب أمامنا من قبل اللاعب فايز سليماني. فايز سليماني رقم 7 المحترف في بلجيكا، يصلح كرة للخلف، ودي يوسف، يوسف أمامنا هنا ماتشينجاما، لكن إلى خارج الملعب من ماتشينجاما، يوسف ماتشينجاما رقم 10، دقيقة 31 تسديدة. مباراة لو قسمناها ربع ساعة مصرية، نتيجة الحماس اللي عند لاعبي جزر القمر يعني، والاندفاع اللي كان موجود، لكن ما استغلناش هذه الفترة، رغم ان كرة كهربا في العارضة والفاول ركلة الحرة غير مباشرة، خطأ حارس المرمى علي حمادة لما اتزحلق ولمس الكرة مرتين، وجت كرة داخل منطقة الجزاء وتريزيجيه سددها في الحائط البشري، ما اتعملتش بشكل صحيح، يعني كان لازم تتعمل بشكل صحيح في مباراة خارج ملعبك وامام منافس متواضع تاريخيا لكن متطور
طموح وانت في ايدك تخلص الامور، في ايدك تحسب الامور، شخصيتك واسلوبك وادائك هو اللي يفرض على جزر القمر وليس جزر القمر هي اللي تفرض عليك الاسلوب والاداء. محمد هاني وعلى طول ضغط عليه من جانب بكاري، لكن كره اماميه بدات المساحات نتيجه تراجع منتخبنا بعد ما كان انتشارنا جيد، لكن مش عيب ناخد المباراه على مراحل، ما ينفعش نضغط طوال ال 45 دقيقه، لازم ناخدها مراحل. هم بيضغطوا نبتدي نقابل، ننظم خطوطنا، نبتدي نلعب كورتنا، ننقل من تحت، بلاش الكرات الطويله اللي اتلعبت في المباراه الماضيه، ونعالج امورنا بشكل جيد. ادي استلام مره ثانيه، الاستلام دون ضغط، نفس الاخطاء في مباراه كينيا، وادي التمرير والتحرك بدون كوره والمراوغه وخطره جدا، لكن يا ولد ايمن اشرف يجيله بقى المره دي ويعمل التغطيه في كوره خطيره كانت من اللاعب ماتشينجاما اللي كان مكمل في اللقطه الماضيه، ولا كان رقم 21 هو الفرد الحقيقه، ادي الفرد هو اللي كان مكمل في اللقطه الماضيه. كره خطره جدا على المنتخب، تحركات لكن الرقابه لازم نقابل بدري. شوف طارق حامد في اللقطه الماضيه بخبره برضه، طارق حامد ما مدش رجله في هذه الكرات اللي داخل منطقه الجزاء مع وجود الحكم بيان فينو سينكو اللي كان ادار على فكره مباراه مصر وبوتسوانا في تصفيات الامم الافريقيه 2015. حكم المباراه ادي امامنا التوقف اللي قلنا عليه، توقف لالتقاط الانفاس لشرب المياه، طبعا وجود رطوبه عاليه موجوده في ملعب المباراه. اختيارات المنتخب طبعا اكيد بعض بينتقد الاختيارات، البعض بيتكلم على ان هيبه المنتخب المصري منذ الخروج امام جنوب افريقيا ما قدرناش نستعيدها، لكن استعاده الهيبه والشخصيه بالنتائج وبالانتصارات وبالاداء وبالفوز وبالروح، الروح مهمة جدا، الإعداد النفسي والبدني لا ينفصلان، والتركيز وأيضا الإعداد الذهني بقى شيء مهم جدا في كرة القدم. يعني ما بعد مباراة كينيا 1-1 كان لازم يكون في الإعداد الذهني لهذه المباراة، خصوصا أنها في أجواء صعبة وفي منتخب منتشي بفوز على توجو، لأن تاريخهم في كرة القدم يعني تاريخ يعني ليس بالتاريخ الكبير، يعني تاريخهم في كرة القدم تجد ان هم لعبوا اول مره مباراه رسميه كانت امام موريشيس 1979، ضموا الاتحاد الافريقي 2003، انضموا للفيفا 2005. ادي كره تريزيجيه اتعملت الى اللاعب كهربا، عملها حلوه قوي بشماله، قنبله الحقيقه، قنبله كهربا، لكن ترتطم الكره في العرض، اخطر كره في المباراه للمنتخب كانت بعد مرور 9 دقائق. و شفنا بعدها الكوره بتاعه تريزيجيه اللي هي الركله الحره الغير مباشره اللي كان خطا على الحارس علي حماده في الدقيقه 13، وشفنا ايضا راسيه قفشه، وبعد كده بقى يعني المنتخب المصري توقف لتنظيم يعني جهده في المباراه، عشان برضو مش عايزين نظلم اللاعبين لانها منظومه، يعني اتحاد الكوره اوقف المسابقات مبكرا الحقيقه مسابقه الدوري، وبالتالي فورمة المباريات مش موجودة عند اللاعبين، والمنتخب الإعداد ما كانش بالشكل، يعني بتلعب ليبيريا، بتلعب بوتسوانا، بتلعب فرق مفروض تكسبها كتير عشان يعني يفضل كده تبتدي المباريات الودية بفرق صغيرة وتكسب كتير وتسجل أهداف تفتح الشهية وتستعيد الثقة. ثم كان الإخفاق أمام كينيا الحقيقة إخفاق، لأن الجمهور عزف عن المشاهدة، وشفنا عدد ضئيل جدا لأول مرة منتخب مصر طوال تاريخه تشوف له، ده في التدريب بنشوف 5-6 آلاف، مش هنشوف 1000 في ملعب المباراة في برج العرب. بعض يقول لك كان في مباراة مهمة في مشوار مصر أمام منتخب الكاميرون في إطار تحت 23 عام وتنظيم مصر هذا الحدث الكبير بعد تنظيمها الرائع لأمم إفريقيا 2019، لكن مصر اسمها كبير وطبيعي أن مصر هي تكون في الصدارة وفي الريادة أمام يعني فرق القارة السمراء كأحد دول المؤسسة حتى لهذا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبطولات مصر وتاريخ مصر الكبير في أمم إفريقيا بالتحديد. طارق حامد والأندية المصرية طبعا تتبوأ وتتصدر البطولات، وإن كانت بطولات دوري أبطال إفريقيا غايبة عننا من 2013، وإن كنا فوزنا بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية بعد ما فاز الأهلي بيه، كان الزمالك حقق اللقب في نهاية الموسم 2019. كرة على طول أمامنا هنا لصالح منتخب مصر، كهربا، كهربا استخدام للمهارة، يحاول يلعب كرة عرضية، أدي أمامنا كرة بتعدي من تريزيجيه،
محمود حسن تريزيجيه لاعب اللي عليه أمال كبيرة في مباراة اليوم، وخصوصا بعد ما كانت عليه أمال أنه يكون أحد الحلول لتعويض محمد صلاح. أفشة استلم كرة حلوة يا ولد، أفشة عنده المهارة وعنده الإمكانيات يشيلها أمامنا أهو. عمرو السلية ضغط من كهربا، دفاعهم ممكن تضغط عليهم، يرتبك أمامنا هنا اللاعب مدى هوما، لكن على طول في وسط الملعب في المساحة، المرور من الفاردو في مساحة بزيادة عددية ومكمل أمامنا، خطير الفاردو لكن اتأخر ويمرر كرة في اتجاه أمامنا هو راح سليماني. خطير فايز سليماني أمامنا هنا في اللقطة الماضية، خطير فايز سليماني في كرة وهجمة قطعت الكرة من منتخبنا في نص ملعب منتخب جزر القمر، وكانت ممكن تكون كرة خطرة جدا في هذه المباراة لولا أن الكرة مرت بسلام وأمان. النهاردة بنشوف أدي محمد هاني وادي المساحة، وشوف بقى التغطية، يعني لازم محمود علاء يكون ورا محمد هاني، ما تتواجدش المساحة دي أبدا في الرقابة وفي ظل هذه الأجواء. طبعا اللي بنشوف في مباراة اليوم النهاردة، عمرو السلية لعب في أغسطس 2010 مباراة الكونغو الديمقراطية، كانت ودية، كانت أول مباراة ليه، في حين أحمد حجازي، بعض يقول لك أحمد حجازي أقدم، لا أحمد حجازي ممكن أكثر مشاركة، لكن لعب أمام سيراليون 2011. أدي خطورة هنا والانطلاقة، وادي التسديدة، خطير أمامنا هنا المتحرك في اللقطة الماضية. عودة ريما لعادتها القديمة، انكمشنا مرة تانية، تراجعنا مرة تانية، ادينا الفرصة لمنتخب جزر القمر إن هو يظهر بهذا الشكل. شكرا للزميل احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، مره اخرى احييكم واحداث الشوط الثاني هنا في ملعب اللقاء، في ملعب المباراه، ملعب مالوتزيني بمدينه موروني عاصمه جزر القمر، في اطار الجوله الثانيه ضمن المجموعه السابعه لتصفيات امم افريقيا 2021 ان شاء الله في الكاميرون، نسخه رقم 33. تعادل سلبي هنا ما بين منتخب جزر القمر ومنتخب مصر في شوط المباراه الاول، ويبدو منتخب المصري يبدو هيكون في تبديل لمنتخبنا الوطني بعد قليل ان شاء الله. نعرف حضراتكم التشكيل هو نفس التشكيل تقريبا بدا الشوط الاول من المباراه اللي انتهى بالتعادل السلبي. ربع ساعه اداء جيد من منتخبنا، لم نستغل حاله الارتباك والخوف، وكانت فرصه كهربا الاقرب للتسجيل وكان من الممكن ان يسجل. امامنا هنا يبدو ان حسين الشحات هو التبديل القادم المتوقع، مكان زيزو، اعتقد حسين الشحات مكان زيزو، توقعي ان حسين الشحات يدخل مكان زيزو. محمد الشناوي في حراسة المرمى، لا يبدو زيزو ما زال موجود في ارض الملعب، زيزو ما زال موجود، حسين الشحات شوف مكان مين، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، احمد حجازي، ومحمود علاء، وايمن اشرف، وسط ملعب طارق حامد وعمرو السولية واحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشه، محمود كهربا، وحسين الشحات. سيكون اول تبديلات كابتن حسام البدري في هذه المباراه. حكم مباراه اليوم الحكم بيان فينو سينكو، حكم المباراه من كوت ديفوار. تشكيله منتخب جزر القمر، في حراسه المرمى علي حماده، في الدفاع عبد الله علي محمد رقم 13، لاعب مدى هوما رقم 12، ونجم الدين عبده رقم 6، رقم 3 شاكر الحضير، في وسط الملعب فؤاد بشير رقم 8، يوسف ماتشينجاما في اللقاء رقم 10، سليماني 7، وبكاري 22، وفي المقدمة الفاردو طبعا رقم 21، وابراهيم مادي رقم 11. والمنتخب المصري بالمناسبة التبديل لم يتم حتى الآن، التبديل اللي أمامنا هنا لم يتم، أعتقد خرج، أعتقد أفشة هو اللي خرج في هذه اللحظات، لكن لسه التبديل ما تمش، وبنلعب الشوط الثاني أمامنا بعشر لاعبين. على طول كرة تبعت من جانب المنتخب المصري، بداية للشوط الثاني إن شاء الله، الشوط الثاني يكون أداء أفضل. منتخب جزر القمر فريق جيد يملك مهارات وسرعات ويعني رشاقة كبيرة قوي في الرباع الهجومي، وادي مساندة هنا من اللاعب شاكر رقم 3، يرجع على طول في وسط الملعب يوسف ماتشينجاما، يغير اللعب في الجانب اليمين، غير اللعب، تبديل هيتم، حسين الشحات، ادي امامنا محمود علاء يشيل كره عرضيه خطره جدا في اللقطه الماضيه، انذار في الشوط الاول كان من نصيب كهربا وكان من نصيب ايضا ايمن اشرف في اللقاء. محمد هاني
ومواجهة مع فايز سليماني. عدى فايز سليماني لم ويلعب كرة بالعرض، الكرات الخطيرة، التغطية العكسية المرة دي أيمن أشرف، ولكن أحمد حجازي واقف صح ومقفل صح ويشيل الكرة. تريزيجيه اللي بيضغط، ادي امامنا زيزو يضغط يعدي بالاول والثاني، اللاعب اللي امامنا عبد الله امامنا هو علي محمد. اول ركنيه في المباراه لمنتخب جزر القمر عن طريق لاعب مارسيليا. ادي امامنا هو طلع فعلا قفشه ودخل مكانه حسين الشحات، التبديل اللي تم في الدقيقة الثانية. يعني منتخب المصري التبديل كان مفروض يكون بدري عن كده شوية، التبديل كان لازم يعني مع لحظة نزول اللاعبين، لكن يبدو الحكم الرابع والحكم استأنف المباراة، وإحنا كنا بنلعب أول دقيقتين بعشرة لاعبين. على طول الكرات العالية خطرة جدا جدا جدا، لكن فدائية من محمد هاني، وكرة اللي بتعدي أمامنا أهو تضرب في قدم فايز سليماني وتطلع كرة إلى خارج الملعب. البداية المتوقعة منتخب جزر القمر الشوط الأول، خلاص فترة التعارف مع المنتخب المصري في أول مواجهة وأول لقاء وسط الأجواء الاحتفالية وافتتاح الملعب. ونجحوا الحقيقة بعد ما كان منتخب مصر قريب أنه يسجل، لم يستغل الكرة كهربا ارتطمت في العارضة، كان سوء حظ غريب الحقيقة الكهربا، وأيضا الفاول اللي لعبه تريزيجيه بعد خطأ حارس المرمى علي حمادة لمس الكرة مرتين داخل منطقة جزائه، والحكم ادى ركلة حرة غير مباشرة بقرار كان من الحكم بيان فينوسينكو. ثم كرة قفشة الرأسية من الكرة اللي اتعملت له من طارق حامد، وبعد كده بقى شفنا يعني خطورة الرقم 11 إبراهيم مادي، وخطورة أيضا ماتشنجاما 10 وسليماني 7 وبكاري 22 والقائد الفردو اللي في المقدمة. لمسة المرة دي أدي حسين الشحات رقم 9، أدي حسين قدم أداء مميز قوي مع النادي الأهلي حسين الشحات في هذا الموسم، وسجل في مرمى الإنتاج وسجل في مرمى أسوان، وكان أيضا سجل في مرمى اطلع برا 3 أهداف، وسجل في مرمى كان سبور من غينيا الاستوائية. قدم أداء لافت به الأنظار الحقيقة حسين الشحات منذ انضمامه من نادي العين الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي. هذه أمامنا انطلاقة وفاول، هل نشوف الأداء المصري القوي المتوقع؟ وادي أمامنا إنذار للاعب رقم 8 فؤاد بشيرو، هذه إنذار لبشيرو، فؤاد بشيرو يتلقى الإنذار رقم 8 في هذه اللقطة وفي هذه الكرة، ونشوف بقى إن شاء الله الأداء يتحسن، شوف أيمن أشرف عامل المساندة وتقدم وتوغل بشكل يعني متميز ما شفناهوش الشوط الأول. فرد الشخصية والأسلوب والروح، كل دي أمور لاستعادة الثقة ومصالحة الجماهير وتقليل الضغوطات. وادي كرة العالية، كرات الثابتة ما استغلتش حتى الآن رغم أن بنملك محمود علاء وبنملك أحمد حجازي. سلام حلو قوي حسين الشحات، الشحات عايز يلعبها بقدم وبالكعب، لكن الكرة على طول يقطعها المرة دي اللاعب عبد الله علي محمد، وكرة أمامية لكن تطلع كرة إلى خارج الملعب. أول 5 دقائق تعادل أمام كينيا، 1-1 كان لمنتخب مصر في برج العرب. وننتظر، ادي حسين الشحات دخل مكان محمد مجدي قفشه. تسع مباراه لحسين الشحات مع المنتخب، منتخب الوطني الاول. ادي استلام على طول المره دي تريزيجيه، كره ترجع لمحمد هاني، مقطوعه كره محمد هاني. تحركات ومحاولات من جانب منتخب جزر القمر في بدايه الشوط الثاني كانت للتسجيل، لكن يعني الامور مرت بسلام ولعبنا دقيقتين، طبعا يعني شيء غير مقبول، لازم التبديل يتعمل بدري عن كده، يعني التبديل بين الشوطين اتاخر ليه؟ ده سؤال طبعا اكيد يعني الجهاز الاداري في منتخبنا الوطني. في مباراه خارج ملعبك وتلعب ب10 في اول دقيقتين، يعني لازم يكون في وقفه مع هذه الامور، يعني البسيطة لكن هي كبيرة في حجم منتخب مصر، الحجم الطبيعي لمنتخب مصر، الوضع الطبيعي لكرة القدم المصرية. على طول أمامنا هنا المرور، تحرك بشكل مميز جدا، الفردو الخطير في فرصة خطيرة، الفردو خطرة جدا الكرة اللي فاتت دي،
تدخل من طارق حامد في الوقت المناسب مع شاكر الحضير. أمامنا هو لاعب شطرون اللي كان ممكن يسجل. شوف أمامنا الفاردو، أدي المساحة، كرات اللي في ظهر محمد هاني، التغطية العكسية مش موجودة وسط الملعب. طارق حامد المرة دي غطى صح، طارق حامد كمل صح. كرة هدف، دي كرة هدف، دي فرصة هدف في الدقيقة 52 وركنية تانية، ومنتخب جزر القمر بدأ يندفع وبدأ يهاجم وبدأ يضغط في رحلة البحث عن الهدف الأول. محمد الشناوي على طول بيطلع بقبضة الإيد ويشيل كرة خطرة جدا، تسديدة ترتطم في أحمد سيد زيزو ومعها الركنية الثالثة. ضغط ضغط كبير بعد الفرصة بتاعت فاردو اللي اتعملت وأنقذها طارق حامد ببراعة الحقيقة، وركنية ثالثة. أمير عبده واضح تعليمات بالضغط المبكر في الشوط الثاني، وده المتوقع. الشوط الأول كان عندك الفرصة أن تسجل وتتقدم في فترة ارتباك وفترة خوف وفترة رهبة من اسم مصر وتاريخ مصر، لكن لم تستثمر هذه الفترة في التسجيل، وبدأ المنتخب اللي أمامنا ياخد وضعه وياخد ثقته. كرة بتعدي لكن على طول شيل محمد هاني، محمد هاني كرة أمامية. بلغة الكرة أنت بتطفش في اللقطة الماضية، لكن طبعا إبعاد كان ناجح الحقيقة يعني، لكن لازم يكون في شكل أفضل من كده. نتكلم على الوضع الطبيعي، الأداء الجماعي، الانتشار، التمرير، التحرك بدون كرة، الغيرة والرغبة في الوصول إلى نتيجة إيجابية لإيقاف كل الضجة وكل الكلام اللي بيدور في هذه الفترة ومصالحة الجماهير، وده الأهم. الجمهور المصري الجمهور العريض. أمامنا هنا انطلاقة، محاولة محاولة من الفاردو، لكن المرة دي برافو محمد هاني، قطع حلو محمد هاني. عمرو السولية قائد المنتخب النهارده، عمرو في غياب أحمد فتحي بدكة البدلاء. محمد هاني عايز يعدي وضغط وخد فاول. اللاعب أمامنا فايز سليماني، فايز سليماني خد فاول. الشوط الأول إنذار لكهرباء، الكرة المشتركة اللي كانت مع قاسم مدهومة، وإنذار كان لأيمن أشرف في كرة كانت أيضا مع اللاعب سليماني. ودي أمامنا الكرة بتاعت يوسف ماتشنجاما الخطيرة اللي عدت واللي أنقذها محمد هاني. أمامنا هو شال كرة كانت خطرة جدا، لكن الخطيرة بتاعت الفاردو اللي عدى الفاردو الحقيقة، وكان خطير في توغل وفي التقدم، ومهم قوي الادوار يعني. بدا اهو نشوف رقابه من طارق حامد مع الفاردو، الفاردو بدا يكون على رقابه لاعب ريد ستار بلجراد. الفاردو ادي امامنا هنا ضغط من ابراهيم مادي، يلعبها للفاردو، سرعه والمهاره. الضغط المره دي، ضغط المره دي من احمد حجازي، ولكن الكره تطلع الى خارج الملعب. اصبح منتخب جزر القمر هو اللي متحكم في ايقاع ورتم المباراه، لانه هو اللي ليه شكل وليه حضور وفي تحرك بدون كوره وفي تفاهم وفي استغلال للثغرات وفي قراءه لنقاط ضعف منتخبنا. في المباراه الاولى امام كينيا كان في مشاكل في عمق وسط الملعب وفي قلبي الدفاع، ولكن النهارده بنشوف كهربا في هذه الكره. كهربا ممكن يحل لك مشكله، ممكن يفك لك ازمه. كهربا الى تريزيجيه، تريزيجيه كره خطيره، هل يلعبها بالشكل الصحيح؟ يلعبها، ولكن كره بالعرض وحارس المرمى تصل اليه سهله. كره كانت سهله، كانت ممكن تتلعب بشكل افضل الكره اللي فاتت دي، لكن اول كره تريزيجيه بعد استخلاص لكهربا، الكره كانت مميزه الحقيقه وهجمه واعده. والفاردو، الفاردو محمود علاء، حكم اللقاء وركنية، وحكم اللقاء وركنية أمامنا، ويبدو هناك إنذار، يبدو هناك إنذار. آدي الفاردو ومحمود علاء وعيب يدوروا على ركلة الجزاء، خلي بالنا في الكرة دي. آدي الحكم والمساعد ومحمود علاء مع الفاردو الخطير المشاكس، وحكم اللقاء. أمامنا إنذار لمين؟ يبدو في إنذار للاعب نجيم عبده، إنذار لنجيم عبده، انذار لنجيم عبده. اهو قائد المنتخب نجيم عبده ياخد انذار، لكن ركنيه رابعه. وخلي بالنا من الكرات الخطيره اللي بتتلعب على منتخب مصر من خلال الفاردو ومن خلال رقم 11 ابراهيم ومن خلال فايز سليماني سبعه وبكاري 22 وركنيه رابعه. ولكن المره دي على طول يقابل عمرو السوليه حسين الشحات،
تطلع كوره لم يتمس. شفنا الكوره كانت واعده بتاعه تريزيجيه، لازم الحاجات دي نستغل انصاف الفرص، مباريات اللي خارج ملعبك في ظل يعني ظروف غير طبيعيه، يعني خروج أفشة اللي هو صانع الالعاب. طب مين اللي هيلعب دور صانع الالعاب في غياب طبعا عبد الله السعيد؟ اتمنى له ان شاء الله عبد الله السلامه، عنده اصابه في الركبه يغيب 6 أسابيع عن نادي بيراميدز، واحد من اللاعبين الحقيقه اللي يبقى عبد الله قيمه كبيره. اتكلم على غياب محمد صلاح، اكيد التاثير الاكبر غياب النجم الكبير محمد صلاح، حل من حلول كره القدم المصريه اللي ساهم في وصولنا للنهائي 2017 بعد غياب عن المشاركات في الامم الافريقيه منذ الالقاب الثلاثه 6 و8 و2010 على التوالي، والغياب بقى في 2012 و2013 و2015، وامامنا هنا النرفزه في الملعب ما بين لاعب اللي عنده انذار فؤاد بشيرو طارق حامد مع فايز سليماني في اللقطه الماضيه. ادي فايز سليماني وطارق حامد بيقاتل على الكوره بطريقته المعتاده بقوته المعروفه بالضرب الموجود اهو المتبادل، ياتي زيزو في محاوله فك الطلاسم. بص الراجل مهاري جدا، مهاري جدا، مش لوحده الحقيقه، يعني هم منتخب جزر القمر عندهم 4 5 مهاريين قوي، ومش مهاره بس، مهاره مع سرعه ومع رشاقه. خطوره الفردو رقم 21، خطوره سليماني 7، ورقم 22 بكاري، ورقم 11 ابراهيم رقم 11. خطر جدا هذه الاسماء. الشناوي يقظه في الكرات اللي عامل معاها حتى الان في المباراه، لكن كرة كهربا الأخطر اللي في العارضة في اللقاء. محمد هاني على طول يشيل، محمد هاني كرة أمامية، حسين الشحات تطلع كرة لخارج الملعب، تطلع كرة إلى عبد الله علي محمد اللي أمامنا هنا. تبديلات المتوقعة، الشحات دخل مكان أفشة، يعني بكل الاحوال يعني هو اللاعب الوحيد اللي عنده قدره على الربط محمد مجدي أفشة، لكن هنشوف بقى الفكر وكيفيه معالجه الامور. التبديلات اللي تمت في مباراه كينيا وعدم الرضا عن هذه التبديلات اللي كانت بدخول زيزو ودخول النني ودخول احمد جمعه لم تغير كثيرا في اداء المنتخب. حسين الشحات امامنا الفرصه لإثبات الذات، النهارده فرصة إنك تعلم في ذهن الجماهير. لاعب دايما نفتكر اللاعب بموقف بهدف بتاريخ، حسام البدري طبعا في فترة صعبة الحقيقة، ومش هنقول نلتمس العذر إن خبرات حسام البدري خبرات كبيرة، لكن محتاج وقت الحقيقة، يعني ما يبقاش في قسوة في الحكم على الجهاز الفني. آدي أمامنا زيزو، زيزو تحرك المرة دي، كهربا هنستغل المساحات تظبط في واحدة، كهربا المرور المراوغة يلعبها حلوة قوي 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 لتريزيجيه، لكن تريزيجيه زي ما شفنا كرة على طول ترتد مرة تانية. طارق حامد وادي لمسة عمرو السولية، فينك يا عمرو، فينك يا عمرو، فينك يا عمرو؟ عمرو السولية أمامنا في مباراة اليوم كابتن وقائد المنتخب، لكن كرة لو اتعملت بالشكل اللي كان المفروض تتعمل بيه من تريزيجيه كان ممكن قوي تريزيجيه يسجل زي ما سجل في مرمى زيمبابوي في بطولة الأمم الأخيرة، 6 أهداف في اللقاءات ال 43 قبل لقاء اليوم اللي خاضهم محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق نادي أستون فيلا. فرصة كانت ضايعة ومحاولة، لكن تعدي الكرة كهربا، أدي كهربا لما يبتدي ياخد كهربا الطرف اليمين يبقى في الامور يعني شكل افضل، لكن كهربا شمال وتريزيجيه هو اليمين، هو اللي يلعب في اليمين. ادي امامنا هنا نشوف المنتخب المصري ابتدي يضغط، زيزو اللي بيلعب دلوقتي هو اللاعب اللي هيلعب دور صانع الالعاب احمد سيد، شفناه لاعب ارتكاز مع الزمالك، شفناه لاعب طرف ملعب، لكن هو يملك الحقيقه الامكانيات المتميزه. هتشوف الفكر يعني بعد خروج أفشة زيزو هو اللي هيبقى البلاي ميكر، هو صانع الالعاب. ودخول الشحات لكن دون تغيير في النتيجه ولا في الاداء. سليماني لكن المرة دي طارق حامد بدأ يميل على محمد هاني ويوقف هذه الهجمات الحقيقة اللي معذور فيها محمد هاني. ليه؟ لأن دايما في زيادة عددية عليه، دايما هتلاقي مكمل مع اللاعب سليماني، دايما مكمل معاه. أدي أمامنا هنا، هل في فاول ولا في إيه خطأ؟ حكم اللقاء بيان فينو
حكم مباراة اليوم. ادي بيان فينو سينكو حكم اللقاء. القرار يعني في اللقطة الماضية ده فاول على المنتخب المصري. ادي بيان فينو سينكو الايفواري 39 عام دولي منذ عام 2012 يدي فاول على طارق حامد. يعني مش عارف تفسيرها ايه ولا القرار ده بسبب ايه، وبدا الحكم حتى يبقى في نوع من العصبيه عند حكم المباراه. لا عايزين الحكم يهدى عشان ما ينفعلش في التحام ولا في كره داخل منطقه الجزاء وتبقى حكايه. فاول لصالح منتخب جزر القمر. امامنا في اللقطه اللاعب رقم 10 يوسف ماتشينجاما. الاداء المتواضع ما زال مستمر من منتخبنا الوطني في اللقاء الثاني على التوالي. ادي امامنا هنا سليماني وماتشينجاما، وسليماني شالها من تحت وتطلع الكره الى خارج الملعب. يعني انت في مجموعه فيها كينيا وفيها جزر القمر وفيها توجو، يعني بلغه الكوره كده في الجيب، مجموعه في جيبك، في جيبك الصغير كمان، مش في جيبك بس، في جيبك الصغير انت. لكن دايما الامور تتازم من خلال يعني عدم البدايات. البدايه القويه مهمه، البدايات مهمه، البدايات بتديك خطوات ثابته، تديك الثقه، تديك امور كتيره. لان في تصفيات 2012 خرجنا في المجموعات النيجر وجنوب افريقيا وسيراليون. 2013 افريقيا الوسطى مع برادلي طلعنا بدري مع كابتن شوقي في مجموعه تونس والسنغال وبوتسوانا في تصفيات 2015 وخدنا 6 نقاط. نقطة في بعد ما جالنا نقطة في مباراة كينيا، عفوا طبعا على استخدام هذا المصطلح المصري البحت، لكن النهاردة الأداء مستمر. وكرة إلى خارج الملعب أمام منتخب متواضع تاريخيا. هو منتخب طموح وعمل مباراة مع المغرب ومباراة مع الكاميرون، لكن في ملعب مختلف. النهارده الملعب كان ملعب تاني، ملعب التاني ده كان ملعب ترتان وملعب ضيق وملعب مدرجاته قريبة وأمور كتيرة الحقيقة كانت فيما سبق. لكن النهارده ما عندناش المبررات اللي تدينا الكلام إلا إنك تسجل وتسجل فوز وانتصار، وده الطبيعي. يعني لن نبالغ في حالة الفوز إن شاء الله والانتصار لأن ده الطبيعي. أدي أمامنا تريزيجيه، أدي تريزيجيه المرور، هل ياخد ركنية؟ لكن دايما وحيدا، دايما لوحده، دايما في مساحات، دايما اللاعب اللي معاه كورة تلاقي في مسافة. حتى الكورة اللي اتلعبت من كهربا لتريزيجيه برضه كان تريزيجيه وحيدا جوه منطقة، نعاني مفيش كثافة هجومية، مفيش انتشار جيد، مفيش تحركات، في بطء في القرارات، في أمور كتيرة. لكن طارق حامد حتى الآن يعني يبدو واقف على رجله في مباراة اليوم، شايل كتير النهاردة الشوط الثاني بالتحديد، وشال كرة خطيرة اتعملت من الفردو كانت من الممكن أن تكون هدف لشاكر الحضير رقم 3 اللي هو المدافع اللي كان متقدم، كانت واحدة بالكرات الخطيرة الحقيقة. وشفنا الفاول بتاع سليماني في اللقطة الماضية. هل المنتخب المصري قانع بالتعادل؟ يعني شيء يبقى صعب لو احنا بنفكر بهذه الكيفية وبهذه الطريقة في بلد تعدادها لا يصل يمكن 1,000,000 نسمة، كانوا في 2017 مليون نسمة، 3 جزر الموجودين في المحيط الهندي طبعا والمتواجدين في القارة السمراء. وأمامنا هنا المنتخب المصري، التمريرة اللي في العمق يا راجل، حرام عليك يا راجل يا راجل يا تريزيجيه، مش ممكن مش ممكن، امتى هتسجل بقى؟ ادي محمود حسن تريزيجيه ضيع كتير في امم افريقيا، صحيح سجل في زيمبابوي، كل الامال وكل الطموحات عليه. هل ان احنا ما قلنا ان هو بديل صلاح وهو اللي ممكن يلعب دور صلاح؟ صحيح في يعني كوره حلوه قوي من الشحات، يا ولد حسين الشحات المره دي، وادي تريزيجيه تحرك روعه روعه روعه. عايز ايه اكتر من كده بقى؟ عايز ايه اكتر من كده؟ انت عندك حلول كتيره قوي، عندك حلول كتيره كتيره كتيره. ليه انت مسجل في الدوري الانجليزي؟ وشوف محمود وحيد يمسك راسه، كان راح يحتفل محمود وحيد في اللقطه الماضيه. وادي كره كانت هدف محقق لحارس مرمى. انا بقول لحضراتكم لو لعبت، لو شطت ثلاجه هتدخل في حارس المرمى، ده حارس متواضع جدا. انا اتفرجت على مبارياتهم سواء امام توجو في تصفيات كاس العالم اللي خرجوا فيها امام توجو، او حتى في لقاء توجو اللي كان في هذه المجموعه. يا
يعني حارس المرمى علي حمادة يعني متواضع جدا، لكن كرة يمكن صعب انها تتكرر. يعني ثلاث كرات لتريزيجيه في الشوط الثاني بالمباراة اسهلهم على الاطلاق هذه الفرصة، انفراد كامل بحارس المرمى، وشفنا ازاي اتلعبت. يعني عايز تضمنها بلغة مبتدئ كرة، العبها ببطن رجلك. عايز تحط بشكل جمالي، حطها بصباع رجلك الكبير في بليس كده وركن، لكن بوجه القدم الغريبه جدا الكره اللي فاتت من النجم محمود حسن رجل اللي عنده الحقيقه لا لاعب امكانياته كبيره، واحنا لما بنعاتب تريزيجيه بنعاتبه لان احنا ننتظر منه الافضل دائما. ادي لمسه على طول المره دي من جانب ابراهيم مادي، مادي خطوره المنتخب اللي بيحاول مادي، لكن دايما بيصلوا يلعبوا الكره في ايد محمد الشناوي اللي حتى الان اهو متماسك. هل نستغل المساحات؟ كهربا أمامنا انطلاقة، تريزيجيه كل الأمال على كهربا وتريزيجيه في وضع الأفضلية لمنتخبنا، على طول يشيل كهربا العرضية، لكن حارس المرمى بقى المرة دي سهلة المرة دي، مش محتاجة يعني الكرة دي إنه يلتقطها إلا بهذه الكيفية هذه الطريقة. أدي لمسة من مادي، يضغط أمامنا محمود علاء، يحط جسمه مرة تانية، التحام وقوة مع سليماني المشاكس والخطير في المباراة. صراع كفاف في الحركة والحوار ما بين أمير عبده صاحب 47 عام، كابتن حسام البدري 59 عام، 59 عام كابتن حسام البدري تولى كمدير كرة في الأهلي 2005-2009 خلف الليفينجادا 2009. وادي أمامنا خطير، ادي خطير أمامنا هنا بيتقدم شاكر الحضير، ولكن كرة بتمر بسلام مرة تانية زيزو في وسط الملعب. زيزو تمرير المرة دي والتحرك من جانب اللاعب بكاري عمرو السلية حسين الشحات عمل تمريره روعة كرة هدف محقق ضاع من تريزيجيه، خطورة كبيرة مراوغة. يا ساتر في اللقطة الماضية فرصة كبيرة جدا من اللاعب بكاري، ولكن تصدي عظيم محمد الشناوي يحمي عرين كرة القدم بعد الكرة اللي كان فيها المراوغة والمرور في اللقطة الماضية. وادي أمامنا انطلاقة من جانب اللاعب اللي مر أمامنا هو ولعب الكرة بكاري رقم 22 المحترف في هولندا، ولكن روعة الأداء من جانب الشناوي لان محمود علاء قطع عليه الرؤيه في اللقطه الماضيه ومرت الامور بسلام. وادي امامنا الشناوي ينقذها بصعوبه كبيره امامنا كره بكاري اللي كان ممكن تكون كره الهدف الاول في المباراه لمنتخب جزر القمر في الدقيقه كام؟ الدقيقه 69. ركنيه خمس ركنيات لمنتخب جزر القمر القمورس اللي بيحاولوا يحققوا إنجاز تاريخي في مباراة اليوم، لكن ضيع تريزيجيه انفراد بعد كرة بينية حلوة الحقيقة اتلعبت له من حسين الشحات، عمل كرة حلوة قوي حسين الشحات لتريزيجيه وتريزيجيه أطاح بيها بغرابة شديدة. دي طبعا خبرة الشناوي إنه يوقف الهجمات الضغط الموجود. منتخب مصر هو المفروض يضع منتخب جزر القمر تحت الضغط والحذر كل الحذر في هذه الكرات الخطيره، خطره جدا، لكن المره دي على طول شيل حسين الشحات استلام من اللاعب ماتشنجاما سليماني. وادي امامنا محمد هاني والتغطيه من طارق حامد يغطي طارق، بدا طارق يميل على الجبهه اليمين اللي فيها محمد هاني لان في تفوق لفايز سليماني حتى الان. الدقيقه 70 من عمر هذه المباراه، اهميه اللعب على الاطراف والمرتدات مهمه في الوقت المطبق، استغلال الكرات الثابته شيء مهم يعني اكيد، ولكن مهم التركيز في النواحي الدفاعيه والرقابه. امامنا هنا محمود علاء يدور على الكره لكن ياتي على طول احمد حجازي يشيل على طول الكره الاماميه، هناك تدخل يسقط في اللقطه الماضيه احمد سيد زيزو وحكم اللقاء، اللعب متوقف يبدو في اصابه. ادي امامنا واقع احمد حجازي، الف سلامه لحجازي. احمد حجازي ما بيشاركش مع ويست بروميتش ألبيون، بعيد عن فورمة المشاركات. بص الكرة اللي فاتت دي، بص داخل مكمل معاه بقوة رقم 7 فايز سليماني. أمامنا هنا مكمل بقوة في اللقطة الماضية، أدي فايز سليماني محمود علاء
يدور عليها، لكن الحمد لله احمد حجازي لقاها له وشالها له الحمد لله في اللقطه الماضيه. الروح والاصرار نتمناه في الوقت المتبقي، وتخطي الضغوطات الموجوده والخبرات والمهارات يكون ليها دور في اسعاد الجماهير، لان يعني الاداء المتواضع وعدم التوازن في الاداء والمساحات الموجوده والخطوط المتباعده والبطء وغياب الجماعيه ويعني امور كثيره الحقيقه، واخطاء في التحرك وفي الانتشار وفي التحول، كل دي امور كانت موجوده في مباراه مصر امام كينيا. حتى في اللقاءات الوديه ممكن تجرب، في اللقاءات الوديه ممكن تجرب، لكن في مباراه رسميه ما افضلش انك تجرب، تلعب بالافضل، تلعب بتشكيلتك الافضل. منتخب يحاول يعني في اللقطه اللي امامنا، شوف هنا حكم اللقاء السيد بيان فينوسينكو، وتبديل امامنا رقم 19، ادي التبديل رقم 19 في منتخب جزر القمر امامنا، ادي التبديل الاول في الدقيقه 73، ومروان حمدي اعتقد بيستعد ايضا يكون بديل. محمد يوسف مكان نور الدين امامنا، طلع نور الدين ودخل مكانه اللاعب يوسف محمد البديل اللي دخل في هذه اللحظات. يوسف محمد امامنا، هو رقم 19 يدخل بديلا في هذه المباراه، لاعب نادي اجاكسيو مكان نور الدين ابراهيم اللي ده خرج منذ لحظات. تبديل اول في الدقيقه 73، وتبديل المصري القادم هنشوف مروان حمدي لاعب نادي وادي دجله. ادي كره خطا، حارس المرمى، بقول لحضراتكم حارس مرمى ده قصه، بس احنا مش مستغلينه نهائيا، مش مستغلين هذه الامور. مروان امامنا، مروان لاعب من اللاعبين اللي سجلوا في مرمى الاتحاد وفي مرمى المقصه في هذا الموسم مع فريق نادي وادي دجله. البديل القادم مروان دخل بديلا في مباراه ليبيريا. ادي مرور امامنا من يوسف محمد، ولكن كره بقى من الفاردو في ايد حارس المرمى الحارس محمد الشناوي. التبديل الثاني القادم هينزل مروان حمدي، اعتقد مكان احمد سيد زيزو، اعتقد هيكون مكان احمد سيد زيزو، تكون كره الهدف. هيطلع احمد سيد زيزو مباراته الدولية الثالثة، ويدخل مروان حمدي مباراته الدولية الثانية، كان لعب في مباراة ليبيريا مكان كان أحمد جمعة في المباراة الماضية. كابتن حسام البدري، كابتن محمد بركات مدير المنتخب طبعا، كابتن حسام البدري المدير الفني، الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. وتبديل المصري الثاني في الدقيقة أمامنا 75، ادي بكاري اللي ضيع فرصه كبيره، بكاري الحقيقه كانت منذ لحظات لكن انقذها محمد الشناوي ببراع. وتبديل قادم، تبديلات المتوقعه، ممكن يوسف ابراهيم امامنا، يوسف ابراهيم، لكن ده توقف من اجل شرب المياه، من اجل التقاط الانفاس في هذه المباراه. ادي قفشه استبدل مع بداية الشوط الثاني، دخل مكانه حسين الشحات، ادي احمد سيد زيزو استبدل منذ لحظات ودخل مكانه مروان حمدي. لعب براس حربه، مروان حمدي يحصل على الفرصه، 22 عام قادم من مقصه الى وادي دجله، في وجود يعني متبقي لنا ممكن تبديل، ممكن نشوف عبد الله جمعه، ممكن نشوف كريم طارق، حسام حسن، احمد فتحي، باهر المحمدي، ربي ربيعه، النني، محمد عواد، ومعاهم طبعا في القائمه الحارس الثالث محمد بسام. ادي التعليمات، واضح تاثير الرطوبه ودرجه الحراره في هذه الاجواء هنا في موروني العاصمه، موروني العاصمه في ملعب المباراه. لجنه مؤقته ايضا بتدير الكره في الفتره القادمه في جزر القمر، زي ما في مصر طبعا لجنة لحين إجراء انتخابات بحد أقصى 31 يوليو في العام القادم 2020، لجنة أيضا في انتخابات هتقام في جزر القمر مع وجود فاطمة
دوجيمبي هي اللي تتولى المهمة، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة، دكتور جمال محمد علي ورئيس البعثة وهو النائب، دكتور أحمد عبد الله، محمد فضل وسحر عبد الحق. وقت المتوقي وقت مهم لمنتخبنا، الوقت اللي شفناه في الشوط الثاني أكتر من كرة وأكتر من محاولة كانت لتريزيجيه اللي بيكمل في العمق الهجومي، لأن بدأ كهربا يميل وياخد طرف، ده مكانه، ده كهربا بيلعب في الطرف، يلعب في هذا المكان، وتريزيجيه بدأ يجي من العمق وتولى أحمد سيد زيزو مهمة صناعة اللعب مكان مجدي أفشة بعد خروج أفشة ودخول حسين الشحات. الفوز الأول في هذه المباراة إن شاء الله في الوقت المتبقي، والمنتخب يحاول البحث عن هوية كرة القدم المصرية، الهوية المختفية الحقيقة منذ بطولة أمم إفريقيا. طبعا لم نتوقع خروج مصر أمام جنوب إفريقيا في دور 16. كرات العالية أدي أمامنا هنا تدخل أحمد حجازي، أحمد حجازي ضغطها للخبرة تلعب دورها في هذا الوقت المتبقي، ونشوف الأداء المصري المتوقع. الكرات الطولية من طارق، أدي أمامنا على طول يقطع، أدي مروان، لكن حكم اللقاء مدي فاول. حماس حماس اللاعب البديل مروان حمدي، لكن بعد ما يعرفش مروان حمدي، لكن شارك مروان مع وادي دجلة في لقاءاته في هذا الموسم، وسجل زي ما قلنا في مرمى الاتحاد وسجل في مرمى المقص. 0-1 أمام طنطا، 2-2 مع الحرس، 0-1 مع الإسماعيلي، تعادل مع الاتحاد 1-1، تعادل مع المقصة كان 2-2. أزمة لاعبي نادي بيراميدز، إن شاء الله يعني يكون درس لينا نستفيد، يعني أكيد غياب لاعب زي عبد الله السعيد، لاعب زي عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار، محمد سالم، اسلام عيسى، احمد ايمن منصور، 7 لاعبين 7 عناصر، وغياب وتاثير غياب محمد صلاح واضح، محمد صلاح واضح تاثير غيابه في مباراه النهارده، ولو من عمل الشيطان، ما بحبش اقول لو في كره القدم يعني، لكن في حضور محمد صلاح كانت الامور تختلف في مباراه زي المباراه اللي امامنا دي. عنده قدرة يسجل لك من أنصاف الفرص طبعا، لكن إصابته ومشاركته مع فريق ناديه طبعا ليفربول أمام مانشستر سيتي، وكان تعرض لإصابة، وحضوره والتزام محمد صلاح لا نزايد على حب وانتماء ووطنية محمد صلاح. وادي أمامنا الاختراق من اللاعب يوسف محمد البديل، ولكن فدائية من محمود علاء، برافو محمود علاء، هذه فدائية محمود علاء، منتخب الأولمبي في لندن كان من العناصر ومن اللاعبين اللي لعبوا 3 مباريات في أمم إفريقيا الأخيرة طبعا محمود علاء، ما عدا كانت مباراة أوغندا اللي ما لعبش فيها محمود علاء. شوف أمامنا أدي البديل يوسف اللي دخل مكان اللاعب نور الدين إبراهيم اللي خرج رقم 11، كرة عالية خطرة، يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي، للصبح في اللقطة الماضية، نجم المنتخب المصري الأول دون منازع، رجل المباراة هو محمد الشناوي الحقيقة بما يقدمه من أداء ومن مستوى فني يطمن، يطمن إن شاء الله ويستمر على نفس المنوال وعلى نفس الأداء. ادي امامنا هو محمد الشناوي بفدائية وبتركيز وأداء مميز، حارس مرمى رقم 1 في مصر في هذه الفترة طبعا محمد الشناوي عن جدارة واستحقاق، ومتشبث بالفرصة. ادي استلام على طول، وادي انطلاقة، ادي مروان، مروان حمدي لعبها حلوة قوي، تريزيجيه الهجمة الواعدة، تريزيجيه وركنية، وركنية أولى هنا في هذه اللحظات، قمة الإثارة في هذه اللقطة، غطى قاسم مدهومة عارف حارس مرمى، لكن أول كرة وأول لمسة من اللاعب الواعد مروان حمدي، والكرة اللي بالعرض من تريزيجيه وركنية لصالح المنتخب المصري. تبديل متبقي، شوف دكة البدلاء واللاعبين اللي واقفين خلف المرمى، مباراة مهمة رغم يعني الفوارق التاريخية، لكن احنا صعبنا على نفسنا المهم. وكرة ركنية أولى في هذه المباراة، كرة بعد الهجمة اللي كانت من تريزيجيه والإنقاذ اللي كان من اللاعب مدهومة في اللقطة الماضية. أحمد حجازي، هل يسجل حجازي أو يسجل محمود علاء؟
لكن ركنيه فين؟ فين الركنيه؟ طارق حامد مره ثانيه، طارق حامد وصراع في اللقطه الى حسين الشحات، شوف امامنا التدخل، فاول على الشحات وانذار. فاول على حسين الشحات وانذار في الدقيقه 82. اتكلم على النواحي الفنيه، لكن لما بقول لحضراتكم يعني في بعض الامور في شغل مدرب للتشكيل وطريقه اللعب والتبديلات، لكن برضو اللاعبين بيتحملوا جانب كبير في هذا الاداء. اللاعبين اللي امامنا ارقام وعقود وامور كثيره لهذه الاسماء. يلعب براس حربه، يلعب بمروان حمدي مع وجود كل من الشحات وكهرباء وتريزيجيه في المقدمه، اللي بيكملوا في المقدمه، الشحات في الشمال وتريزيجيه في اليمين، وكهرباء بيجي من العمق مع اللاعب امامنا مروان حمدي. المغامره مطلوبه، يعني هنا بعض يقول لك المره دي ما عملش بقى التبديل بتاع نني مكان دخل في المباراه الماضيه، نني دخل كبديل في المباراه الاخيره لما سحب حسين الشحات ولعب النني عشان يحافظ على الـ وسط الملعب. لكن النهارده المغامره مطلوبه، انت عايز تكسب في مباراه اليوم، مغامره مطلوبه ان شاء الله تؤتي ثمارها في الوقت المتبقي وتضغط على منتخب جزر القمر وتسجل. لكن هنا يقظه دفاعيه، عدى بنفس الطريقه امامنا بعد خروج نور الدين ودخول امامنا اول لاعب يوسف محمد، هجمه خطيره، بكاري الى سليماني حجازي، لكن تغطيه ايمن اشرف، غطى كويس المره دي ايمن اشرف، حسين الشحات، طارق حامد، ايمن اشرف، كره الطوليه الاماميه السهله على طول هنا الى اللاعب قاسم مدهومه، حاولة مصرية، يقطع أيمن أشرف، لكن الكرة تعدي، هجمة بقت خطيرة، سليماني، ودي الخطورة هنا في اللقطة، لكن الحمد لله راية وتسلل. بقينا نقول في اللحظات اللي أمامنا إيه؟ يعني في لقطة كانت هجمة خطرة، الكرة اللي اتقطعت من أيمن أشرف، وشفنا الهجمة بقت فيها زيادة عددية وفيها خطورة على منتخب. مباراة نجمها الأول هو محمد الشناوي. هيطلع بكاري ويدخل مكانه يوسف بن جلود، يوسف بن جلود بيلعب في نادي أسير، تبديل برضو كان تم في المباراة الماضية، يوسف بن جلود دخل مكان بكاري، تبديل اللي تم أمامنا هنا في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة. شوف التعليمات، شوف الرؤية الفنية في الوقت المتبقي للاعبين، شوف مكان ايمن اشرف، ادي ضربنا في الحته بتاعت ايمن اشرف وانطلاقه، لكن كان متسلل في اللقطه الماضيه فؤاد بشيرو في اللقطه الماضيه. اربع كرات خطيره لمصر، هجمات المرتده اللي حاولنا نطبقها، تريزيجيه عمل عرضيه في الدقيقه 56 والدفاع ابعدها، كره تريزيجيه اللي جات له من حسين الشحات تبريره اللي كانت هدف في الدقيقه 66، ولكن امامنا اهو في هذه اللقطه ادي تريزيجيه، ادي تريزيجيه واصابه، دي اصابه لتريزيجيه. شوف بقى، يعني بقول لحضراتكم برده الكوره بتعندك احيانا، ده دليل ان تريزيجيه مش ماشيه معاه الاصابه اللي حصلت له دلوقتي، دي يعني بتديك في كره القدم موجوده، مش موفق حتى في الإصابة، مش موفق في اللقطة الماضية، اتزحلق في أرضية الملعب ومش هيقدر يكمل لأن يبدو في إصابة في الضمة دي، زحلق حاول يقاوم الوقعة. وأمامنا هنا أدي تريزيجيه في اللقطة الماضية، بص أمامنا الإعادة، أدي تريزيجيه، صعبة جدا في وقتها، ممكن مع يعني إن هو سخن في المباراة ممكن يكمل، لكن هيبقى فيها شوية تعب بعد كده. حكم المباراة سيد بيان فينوسينكو، تعادل السلبي القائم في هذه المباراة ما بين منتخب مصر ومنتخب جزر القمر، أمامنا هنا في تصفيات أمم إفريقيا 2021، وتريزيجيه الحمد لله أم سليم ويقدر يكمل الوقت المتبقي في هذه المباراة. استلام على طول من محمد، يوسف محمد أمامنا البديل في وسط الملعب، يوسف ماتشنجاما، شفنا الهجمة اللي اتعملت بشكل مميز قوي من لاعب البديل مروان حمدي اللي مرر الكورة لتريزيجيه، وكان ممكن تبقى فرصة لو اتلعب بشكل أفضل. ودي طارق حامد بذل جهد كبير الحقيقه في التغطيه في وسط الملعب، بذل مجهود كبير قوي طارق حامد الشوط الثاني بالتحديد الحقيقه.
مع الشناوي، نحط طارق حامد ضمن اللاعبين اللي لعبوا دور مهم في التغطية، في ملء الثغرات والفراغات الموجودة في دفاعاته وسط ملعب المنتخب المصري. لمسة لكن كرة سريعة حاول عليها أمامنا شاكر رقم 3، يلعب كرة بالعرض لكن ترتطم الكرة في محمد هاني. محمد هاني أدوار الدفاعية لمحمد هاني النهاردة في مواجهة سليماني ومواجهة أيضا بكاري. أدي على طول الاستخلاص، محمد هاني خلص الكرة لكن رمي التماس لصالح منتخب مصر، منتخب المصري الأول، منتخب الأولمبي في عناصر هتكون إضافة الحقيقة للمنتخب الأول، لكن إن شاء الله نتمنى بس يتخطوا عقبة جنوب إفريقيا إن شاء الله في نصف النهائي غدا، وبإذن الله يكون التأهل للأولمبياد للمرة الـ 12 في تاريخ كرة القدم المصرية. رابع 28 في أمستردام ورابع كان في عام 1964 في طوكيو. أدي أمام انطلاقة، هجمة مصرية واعدة، تريزيجيه لعبها الكهرباء، ممكن كهرباء لكن فين؟ فين يا كهرباء؟ فين يا كهرباء؟ فين يا كهرباء؟ أمامنا هو بيطالبوا باحتساب ركلة حرة غير مباشرة، رجعت من المدافع في اللقطة الماضية إلى حارس المرمى، لكن تشوف يعني تحس إن اللاعبين المصريين وبالتحديد في عناصر كتيرة مش جاهزة بدنيا، وكهرباء له العذر، لعب يمكن أربع مباريات أو خمس مباريات مع فريقه مرة واحدة منهم كأساسي وجاب هدف مع فريقه ديبورتيفو آفيش طبعا في الدوري البرتغالي. كرة على طول عالية وادي أمامنا هنا المحاولة المصرية، لم نستثمر الكرات اللي ممكن كنا ممكن نسجل منها، جات لنا فرص، جات لنا مساحات، جات لنا أمور، اندفاع لاعبي جزر القمر اللي بيحاولوا يضغطوا في اللحظات الأخيرة ومنتخبنا بيحاول الحفاظ على التعادل. وادي أمامنا هنا محمود علاء يشيل على طول في المساحة الفاضية، عمرو السولية دايما بيحلق من بعيد، ترتطم في محمود علاء، كرة خطيرة مطالبة بلمسة يد لكن على طول الكرة العرضية العالية، محمد الشناوي يطمنك يديك الأمان، محمد الشناوي يطلع بثبات ويديك الأمان أمامنا، يطلع ويبان وعليه الأمان، محمد الشناوي رجل المباراة الأول، حارس مرمى يفرح حقيقة. دايما نتكلم قبل كده على الشناوي على حسام الحضري، حراسة المرمى في مصر الحقيقة تاريخ يعني ممتد في كرة القدم المصرية، وفي الأعوام الأخيرة بنشوف يعني حراس مرمى مميزين، كان أيمن طاهر هو مدرب حراس المرمى مع الشناوي مع عواد مع محمد بسام حارس مرمى طلع عكيش. كرة على طول ترجع مرة تانية المنتخب جزر القمر، حاولات مصرية في هذه اللحظات أمامنا لتبديل الثالث، تبديل ثالث وأخير، تبديل ثالث وأخير لمنتخبنا، أعتقد هيبقى عبد الله جمعة، عبد الله جمعة البديل القادم أمامنا هنا في هذه اللقطة. يا ولد يا أيمن أشرف، يا ولد أيمن أشرف عينه على الكورة في كورة خطرة جدا. أدي انطلاقات كهرباء اللي رجع كهرباء، المساحات اللي بيحبها هي دي الأدوار اللي بيحب يلعبها كهرباء، كهرباء والمرور ولكن كرة ترتطم في قدم كهرباء بعد التدخل من المدافع المميز عبد الله علي محمد لاعب نادي مارسيليا. وتبديل قادم أخير بدخول عبد الله جمعة، عبد الله جمعة مكان كهرباء، تبديل عبد الله جمعة، رابع لقاء دولي لعبد الله جمعه امام بوتسوانا امام ليبيريا، مباراه الماضيه اساسي، يدخل امامنا هنا مكان محمود كهرب. كابتن حسام البدري النهارده بيوجه لنا رساله انه بيعتمد على العناصر الجديده زي ما شفنا وجود يعني النهارده مروان حمدي شارك في المباراه، عبد الله جمعه بدا يحصل على الفرصه، يلعب عبد الله جمعه هنا في منتصف الملعب. هذه تعليمات عبد الله جمعه، الضغط ومحاولة، كرة مقطوعة، تريزيجيه اللي بيحاول، ادي تريزيجيه مجهود كبير وفاول على فؤاد بشيرو، فاول على فؤاد بشيرو، وقت بدل ضائع في هذه المباراة، التعادل يعني حقيقة لا يليق بهيبة كرة القدم المصرية، هنفرح بتعادل مع جزر القمر، شيء صعب أمامنا هنا، تبديل قادم، ادي التبديل هيطلع اللاعب سليماني 7، ادي هيطلع صاحب هدف الفوز في مرمى توجو ويدخل مكانه يوسف اللاعب إبراهيم أمامنا، يوسف أمامنا، أدي 5 دقائق وقت بدل ضائع والتبديل الثالث والأخير، تبديل ثالث وأخير، ده 5 دقائق وقت بدل ضائع، مسابعة يطلع
ادي امامنا اللاعب يوسف ابراهيم مكان فايز سليمان امامنا هنا في اللحظات الاخيره الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع. ومعانا كوره ومعانا محاوله لكن يطلع حارس المرمى امامنا. وبص حارس المرمى قول لحضراتكم متواضع جدا، لم نستغل هذا الحارس. بص طلع وكان ممكن يتورط فيها في اللقطه الماضيه لكن لم نستغل حارس المرمى، لم نسدد على المرمى. يعني مهارات غايبه النهارده، لا شفنا عرضيات ولا شفنا تسديدات، يعني شفنا طريقه لعب يعني ليست الطريقه المحببه. يعني شفنا الجزائر قدمت ايه في مباراتها امام منتخب زامبيا وازاي قدموا مباراه كبيره حامله لقب البطوله طبعا الافريقيه في النسخه الاخيره منتخب الجزائر. دقيقتين مضوا من الوقت البدل الضائع، ادي حجازي في اللقطه الماضيه والكره الراسيه ولكن على طول حكم اللقاء مدي لمسه يد، لمسه يد بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع. وكرة لمنتخب جزر القمر أمامنا خطرة جدا ومحاولة من يوسف لكن طارق حامد يشيل على طول طارق كرة الأمامية وادي أمامنا تريزيجيه وحكم اللقاء. مش ممكن، فاول إيه يا راجل؟ فاول إيه يا راجل؟ حرام عليك. بيان فينو سينكو أمامنا في اللقطة الماضية، فاول إيه؟ مش ممكن. أدي أمامنا هنا أدي الكرة اللي اتلعبت من اللاعب البديل يوسف بن جلود أمامنا والكرة اللي تبعت وشالها طارق حامد اللي قدم شوط ثاني متميز الحقيقة. عمرو السوليه كابتن المنتخب النهارده، عمرو انذار لعمرو السوليه، كهرباء انذار، ايمن اشرف انذار، حسين شحات انذار، في حين فؤاد بشيرو انذار، ونجيم عبده القائد ايضا واخد انذار. محمد هاني، عبد الله جمعه اللي نازل محطه يمسك كوره ويبدا هجمه استلام ممكن قوي ننظم هجمه في هذه اللحظات. يلا حسين الشحات خد كوره في الجانب الشمال من الملعب، حسين الشحات عمل كوره حلوه قوي، عمل تمريره لتريزيجيه ضاعت. ادي عبد الله جمعه يسند على ايمن اشرف وايمن اشرف يلعب كوره لكن تطلع لخارج الملعب. تعب وارهاق وجهد في يعني مباراه كينيا وامامنا هو مباراه النهارده امام جزر القمر في هذه المجموعه السهله اللي بتضم ايضا كل من منتخب كينيا اللي يستضيف منتخب توجو النهارده في هذه المباريات. كره ملعوبه على طول، استلام المره دي محمد هاني، محمد هاني الى تريزيجيه، عبد الله جمعه فدائيه وياخد رمي التماس، عبد الله ياخد رامي التماس، عبد الله جمعه فدائيه. مهم قوي اللاعب اللي نازل يؤدي الدور اللي عليه، وادي طارق حامد نضعه في قائمه الاجاده بعد محمد الشناوي. طارق حامد مجهود كبير الحقيقه في اللقاء النهارده، والانذار لعمرو السوليه عشان كان في احتجاج على حكم اللقاء، الحكم اللي امام ده هو الحكم بيان فينو سينكو. انذار بلا داعي كابتن مصر النهارده عمرو السوليه. كرة الاماميه على طول يسند المره دي تريزيجيه. كرة ما تصلش إلى البديل مروان حمدي. كرة أمامية من جانب اللاعب اللي بينطلق دائما في الجنب الشمال، خطرة جدا كرة شاكر إلى الفاردو، الفاردو الخطير في منتهى الخطورة جزر القمر في هذه اللقطة وهذه المحاولة، لكن المرة دي على طول محمود علاء يشيل الكرة الأمامية. يلا حسين الشحات اعمل هجمة سريعة، انطلاقة من الشحات آخر ثواني المباراة، حسين الشحات هل يفعلها منتخب مصر في اللحظات الأخيرة؟ عبد الله جمعة يلعب الكرة الأمامية، ينتظر المساندة، لا خلاص المنتخب المصري بيحافظ على التعادل، المنتخب المصري يبدو حاضرة إلى موروني لتحقيق التعادل مع منتخب جزر القمر في هذه المباراة. في هذه الظروف الصعبة في هذه الأجواء اللي يعني صعبناها على أنفسنا، لكن هجمة المرة دي هجمة واعدة وانطلاق. حسين الشحات اظبط المرة دي، اظبط يا حسين، عايز يثبته ويعدي ويلعب كرة بالعرض. حسين الشحات تعدي الكرة إلى اللاعب اللي بيحاول، أدي مروان حمدي آخر كرات اللقاء إلى طارق حامد، قمة الإثارة قمة التركيز لكن قمة يعني الحياد والعدالة التحكيمية في مباراة اليوم. الحكم بيان فينو سينكو تعادل هنا في اللقاء يحافظ به منتخب جزر القمر على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ومنتخب مصر يكتفي بالتعادل في اللقاء الثاني، تعادل مع كينيا فولج العرب وتعادل مع جزر القمر النهارده في مباراه اليوم. امير عبده مع طارق مصطفى، محمد بركات، وادي امامنا اللقاء اللي انتهى مع جزر القمر الدوله العربيه وحضور جماهيري، وهنا نزول الجماهير ارض ملعب.